صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على كل المصريين اللي بيتابعونا النهاردة. النهاردة ربما في هذا التوقيت عندنا بتفرجوا حضراتكم دلوقتي ربما على برنامج صباح الخير يا مصر. من سنوات طويلة كان المصريين بيجتمعوا ويلتفوا حول الراديو في مثل هذا التوقيت للاستماع لعدد كبير جدا من البرامج الاذاعيه الشهيره. الاذاعه المصريه قصه وحدوته كبيره جدا مع المصريين بكل تلاوينهم واطيافهم وطبقاتهم الاجتماعيه، مكون رئيسي من مكوناتهم الثقافيه. المصريين ارتبطوا بعدد كبير من البرامج، كان ربما برنامج ابله فضيله اللي استضاف عدد كبير جدا من نجوم هذا التوقيت، وكان بيقدم حكم ومواعظ للاطفال وللكبار، برنامج كلمتين وبس. للإذاعي القدير فؤاد المهندس اللي كان يعتبر بمثابة علاج لسلوكيات الشعب المصري، السلوكيات السلبية. كان فناننا الجميل يا جمانة فؤاد المهندس بيعمل طبعاً. حتى احنا بنسمعه في التتر بتاعنا كلمتين وبس. صحيح، فؤاد المهندس دايما يعني كل يوم بنسمع صوته وما زال صوته باقي رحمة الله عليه في تتر صباح الخير يا مصر. ولكن البرنامج ده عايز اقول لك ان هو عالج سلوكيات كتير جدا من السلوكيات السلبيه برامج كتير بقى. قوي كتير قوي، يعني همسه سفيبسة على قلبك، على الناصيه، قبله فضيله، حاجات كتير جدا يمكن حتى اللي ما عاصرهاش لسه لحد النهارده عارفها وبيسمع عنها وبيدور عليها في ارشيف الاذاعه المصريه. برامج كتير قوي، ارث غني قوي قوي يا مصطفى. صحيح، النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للاذاعه. اليونسكو المنظمة الأممية المسؤولة عن الثقافة والتربية والعلوم أطلقت في دورتها السادسة والثلاثين يوم، ودشنت يوم اسمه اليوم العالمي للإذاعة. اليوم ده كل دول العالم بتحتفل بيه بأهم برامجها الإذاعية، وبتكرم روادها الإذاعيين اللي أثروا وأثروا الحياة الثقافية والعلمية والإعلامية في توقيتاتهم المختلفة. في اليوم العالمي للإذاعة احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مع أهم البرامج اللي كنت بتتابعها، مع أهم المذيعين اللي كنت بتصحى كل يوم الصبح تسمع أصواتهم الجميلة وتتعرف منهم على مصر فيها النهاردة، الدنيا فيها إيه، أهم الحاجات، أهم التقاليد، أهم السلوكيات اللي ممكن نغيرها. صحيح يا مصطفى، بما إن احنا بنتكلم عن الإذاعة المصرية فلازم أرجع معاكم بقى لهنا القاهرة. هنا القاهرة هي الجملة الأشهر اللي قالها أحمد سالم، كانت من أولى الكلمات اللي انطلقت عبر الإذاعة المصرية في افتتاحها عام 1934، عبارة كلنا عارفينها، كل الوطن العربي عارفها، عبارة حقيقي تتألق بها إذاعة البرنامج العام، خاصة لما بيقولها المذيعين والمذيعات قبل بداية البرامج وفي الفواصل بكل حماس وبكل انتماء ومن أعماق أعماق قلوبهم بيهتفوا هنا القاهرة. هنا القاهرة الشعار أو الجملة الأشهر في الإذاعة المصرية اللي حتى سمعناها من دمشق، من دمشق هنا القاهرة، كان ليها تاريخ وصدى لما توقفت الإذاعة المصرية وكانت هناك هذه الجملة الأشهر. البث الإذاعي في مصر تاريخ طويل. البث الإذاعي في مصر بدأ في عشرينات القرن الماضي، كان عبارة عن مجموعة من الإذاعات الأهلية المتناثرة، كانت شركات خاصة، لكن الإذاعة المصرية الحكومية بدأت يوم 31 مايو عام 1934، وكان ساعتها بيتم الاتفاق مع أحد الشركات الخاصة بتصنيع الراديوهات وتصنيع الشبكات للإشراف على هذا الأمر. كان رئيس الأمر في هذا الوقت على
شركة ماركوني. شركة ماركوني دشنت هذه الإذاعة في هذا التوقيت، ولكن مصر ألغت هذا العقد سنة 1947. كان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها 4 محطات إذاعية، وصلت إلى 10 محطات، وتولى سعيد باشا لطفي أول مسؤولية أول رئيس للإذاعة المصرية من عام 1934 حتى عام 1947. أنا سعيدة جدا يا مصطفى أن أنت ابتديت تسرد تاريخ الإذاعة المصرية، وبما أن احنا بقى بنتكلم عن تاريخ الإذاعة المصرية لازم نتكلم عن أهم الإذاعات اللي كان منها إذاعة صوت العرب. هي إذاعة مصرية تبث من القاهرة، وتم إنشائها في 4 يوليو عام 1953، والحقيقة كانت من أول وأشهر الإذاعات المصرية اللي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية. واشتهرت الإذاعة الحقيقة وقتها كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية، رغم سطوع نجمها في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مصطفى. صحيح، وكان الراديو جزء أساسي من الروتين اليومي للأسرة المصرية. كانت الأسرة المصرية بتلتف وتجتمع حول هذا الصندوق السحري الذي يخرج منه هذا الصوت الدافئ اللي بيجتمع حواليه كل المصريين بكل تلاوينهم وأطيافهم وطبقاتهم الاجتماعية. كانت البرامج اللي بتخرج من هذا الصندوق السحري سبب في تشكيل وعي المصريين، في تشكيل وعي الكثير من الأجيال. تفتكر حتى يعني لو تفتكروا 73 مشهد المصريين كانوا مجتمعين حوالين ايه؟ فاكرة يا جمانة المشهد اللي بنشوفه كل السينما والمسلسلات؟ مجتمعين حوالين الراديو طبعا. كانوا بيسمعوا أخبار المعركة من راديو، ما كانش التلفزيون لسه بهذا الانتشار و بهذا التواصل مع المشاهدين. كان الراديو شاهد على مراحل مهمة جدا من التاريخ المصري، اشتركت في بعض الأوقات في صناعة التاريخ المصري وفي صناعة تاريخ المنطقة بأكملها، ويشهد على هذا عدد كبير جدا من المراجع التاريخية، لأن الراديو فعلا شكل مش وعي بس، ده كتب تاريخ شعوب وبلدان عربية في عدد كبير من فصول التاريخ. عشان كده دايما بنشوفه حتى في مشاهد من الأفلام أو الوثائقيات حتى اللي بتوثق الأحداث التاريخية أهمها بكل تأكيد. كمان من أشهر البرامج الإذاعية اللي تربى عليها أجيال وارتبط بيها المصريين منذ انطلاقة الراديو برنامج على الناصية، زي ما قلت لحضراتكم في بداية المقدمة. برنامج على الناصية بدأت في تقديمه الإذاعية المشهورة أمال فهمي عام 1957، وطبعا نظرا لنجاح البرنامج استمرت إذاعته لمدة 50 سنة، وكان بيذاع البرنامج أسبوعيا يوم الجمعة تمام الساعة 1:30 ظهرا عبر أثير البرنامج العام. عايز أقولك إن برنامج مثلا كلمتين وبس اللي كنا بنتكلم عنه في المقدمة كان بيتذاع تقريبا في نفس التوقيت ده، كان بيتذاع الساعة 8 صباحا، وكان فؤاد المهندس نفس توقيتنا احنا ده. نفس توقيتنا احنا، يعني كان المصريين كان يعتبر هو برنامج صباحي، وكان بيعالج عدد من السلوكيات السلبيه للشعب المصري. طبعا كان بحكم قرب الفنان فؤاد المهندس من قلوب المصريين، كان صوته اقرب لقلوبهم، وكانت نصائحه بتخش لقلبهم وكانوا بيستمعوها. كان برنامج مهم جدا كلمتين وبس، زي ما قلنا هو احد يعني البرامج اللي بنسمع صوتها يوميا واحنا بنسمع التتر بتاع صباح الخير يا مصر. برنامج تسالي ايضا كمان اشهر البرامج الاذاعيه اللي ارتبط بيها المصريين نظرا للتتر الشهير: غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تبعدك لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. الجمله دي اللي كانت بتتغنى بيها الاذاعيه المشهوره ايناس جوهر، وكانت من رباعية كاتبنا الشهير صلاح جاهين. كان البرنامج ده مدته 5 دقائق بس، وكان بيذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وكان بيخرجه المخرج الإذاعي الشهير حسين غنيم. وكان هذا البرنامج من أشهر البرامج رغم قصر مدته، إلا أنه هو كان فعلا كبسولة يومية صباحية بالنسبة لكل مصر. إذا لك لما قلت المقدمة يعني صوت الأستاذة طبعا إيناس جوهر في ودني طبعا وهي بتقولها طبعا. كمان نرجع بقى كمان لعام 1968، بدأ البرنامج بقى الشهير مصطفى كان بيتكلم عليه كلمتين وبس. البرنامج ده زي ما قلنا لحضراتكم كان بيقدمه الراحل فؤاد المهندس، واستمر في تقديم البرنامج لمدة كام سنة بقى؟ 35 سنة إلى وفاته عام 2006. البرنامج ده برنامج كلمتين وبس كان بيذاع يوميا في تمام الساعة 8:55 صباحا، وكانت مدته أيضا 5 دقائق فقط. كان البرنامج بمنتهى البساطة بيرصد العادات والتقاليد السلبية للشعب المصري، الحكومة المصرية. كان كمان بيكتب حلقاته الكاتب الصحفي أحمد شفيق بهجته، وبيخرجه يوسف حجازي. متخيل يعني إيه برنامج يستمر لمدة 35 سنة وقد إيه هو مؤثر بالرغم من قصر مدته 5 دقائق فقط يا مصطفى؟ بالظبط كده، لأن عندنا تاريخ برامج كبير. يعني
ولغايه دلوقتي بنسمعه وبندور عليه، حتى موجود على اليوتيوب، وعلى فكره حلقاته موجوده على السوشيال ميديا وبتلقى رواج وبتلقى طبعاً حنين شديد. برنامج قبل فضيله من الخمسينيات، قعد فتره طويله جدا. البرنامج الصباحي برضو الاشهر كان صبح عليه، كان ضمن اشهر البرامج الاذاعيه، كان يذاع يوميا في تمام الساعه السادسه صباحا على اذاعه الشرق الاوسط، وكان يقدمه كل من محيي محمود وعلا بركات. وكان البرنامج ده بيعتمد على المنوعات وعلى تقديم الأخبار الخفيفة اللي بتتناسب مع الأجواء الصباحية وقتها، وكان ليه عدد كبير جداً جداً من المشاهدين أو المستمعين. الحقيقة مصطفى يعني برامج كتير جداً جداً جداً، مش عايزين ننسى حاجة، بس كمان طريق السلامة ما ينفعش أبداً ننساه، كان واحد من أهم البرامج اللي كان بيفضل الجمهور، وكان بيفضل الجمهور طول الوقت يسمعها، وهم كمان رايحين بقى في طريقهم لمصالحهم وأشغالهم. كانت بتعتمد مقدمته الإذاعية آيات الحمصاني على تقديم نصايح للمستمعين عن الطريقة السليمة والطرق السليمة والابتعاد عن كل ما يمثل خطر على حياتهم. كان البرنامج بيتذاع على شبكة البرنامج العام. يمكن شايفين يا مصطفى طول الوقت بالرغم من أنه برامج توعوية كتير قوي، لكن بشكل مختلف، وكانت دايما بتوصل للمستمعين وكله حريص أنه يسمعها وبيتبسط انه يسمعها. ودايما بنقول المحتوى الجيد عمره فعلا ما بينتهي ولا عمره بيخلص، لحد النهارده بنسمع البرامج دي. صحيح صحيح. ولو قلتي مصطلح الرياده الاعلاميه اللي درسناه في الكليه واللي بنتكلم عنه، هتلاقي ان جزء كبير جدا منه اذاعه. صحيح طبعا. هتلاقي انه جزء كبير منه، طبعا في جزء سينما، طبعا في جزء مسرح، طبعا في جزء ادب يوسف السباعي ونجيب محفوظ وخلافه، ولكن جزء كبير منه جدا اذاعه. الإذاعة المصرية شكلت وعي مش بس مصر، شكلت وعي المنطقة العربية كلها، وتاريخها يشهد بده. لو بنتكلم برضو على نوعية البرامج اللي اعتمدت على القالب الدرامي ونجحت في الوصول لجمهورها، البرنامج الإذاعي الأشهر همسة عتاب، اللي كان بيتناول شكاوى وهموم الشارع المصري، كان بيتناول صراعاتهم مع الحكومة ومع المشكلات البيروقراطية اللي كانت بتواجههم. كان البرنامج ده بيذاع يوميا في الساعة 8:30 صباحا على شبكة البرنامج العام، وكان بيخصص حلقتي الثلاثاء والجمعة لعرض ردود المسؤولين على شكاوى هؤلاء المواطنين. كان بيخرج البرنامج المخرج الإذاعي رضا سليمان، وكان بيقدمه الممثل رأفت فهيم. كمان برنامج أبنائنا في الخارج يا مصطفى، البرنامج ده كانت بتقدمه وبتوعده الإذاعية أميمة عبد العزيز على البرنامج العام، وكان البرنامج الحقيقة صدى كبير جدا. كان صوت المصريين في الخارج كان بيعتمد على الربط بين المصريين في داخل مصر وأبنائهم في الخارج. زي ما كان مصطفى بيتكلم حضراتكم، فكرة الراديو صعبة قوي يا مصطفى، لأنها يعني أنت بتسمع صوت مذيع، تتخيل معاه اللي بيقوله، بتعيش معاه اللي بيقوله، غير لما تكون شايف وسامع. طبعا بيبقى يعني محتاج مجهود منه أكبر بكتير. أنا اتعلمت في مادة الإذاعة والتلفزيون على يد عدد من الإذاعيين، وكان هي دي النقطة الفيصلية، يقول لك دايما اعتمد إنك مذيع إذاعة، ما تعتمدش إنك مذيع تلفزيون، علشان تخرج صوتك بكل جوارحه وتعرف تشكل وتلون صوتك. الإذاعة فن عظيم، فن لا ينتهي من الفنون الإبداعية المهمة، يعني فيها تمثيل وفيها أداء وفيها غنى وفيها مسرح. لو بصيت لهذه المرادفات هتلاقي ده الفن الإذاعي. أخيرا وليس أخيرا، ابتهالات وقراءات القرآن الكريم. الإذاعة المصرية الأشهر الأقرب لقلوب البيوت المصرية كلها، الإذاعة اللي ربما بنسمعها يوميا مع كل رشة مية قدام كل دكان، الإذاعة اللي فيها أبرز المقرئين اللي خلدت أصواتهم أصوات السماء، كان أبرزهم الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء، الشيخ محمد الصيفي اللي كان حجة في قراءة القرآن السبع وحصل على علمية الأزهر وبيعتبر مدرسة متفردة في القراءة. يعني لا ننسى أبداً أبداً إذاعة القرآن الكريم وتأثيرها أيضاً على الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. صحيح. ولما بنقول أن مصر بتنفرد الحقيقة في هذا المجال، ده مش كلام مرسل. مصر فعلاً تفردت بأنها أنشأت أول إذاعة قرآن كريم على مستوى العالم، واللي بدأ بث إرسالها في 29 مارس عام 1964، ومن أشهر قراءها كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الطبلاوي، الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد العزيز كمان حصان، وهي مختصه للقراء المصريين. كمان الحقيقه بتعتبر من اشهر المحطات الاذاعيه، ويذاع فيها كمان برنامج براعم الايمان وموسوعه الفقه الاسلامي. راعم الايمان. قلبت مذيع راديو. طبعا هي
في ودننا، يعني هي شجن إذاعة طبعًا. القرآن الكريم ما نقدرش ننسى طبعًا. جزء من تكوين المواطن المصري. بقول لكم مع رشة كل مية قدام كل دكان، بتسمعها في الميكروباص، بتسمعها في البيوت، بتسمعها في المحلات. يعني الإذاعة ما تقدرش أبدا تفصلها عن المواطن المصري. على أي حال، في اليوم العالمي للإذاعة، احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مع أهم البرامج الإذاعية اللي كنت بتتابعها، مع كل مذيعين الراديو اللي ارتبطت بيهم. احكي لنا عن حكاياتك، عن ذكرياتك، كل ما تستطيع أن تذكره لنا مع ذكرياتك عن الإذاعة. أرجوك اكتبها لنا على صفحتنا على موقع فيسبوك. منتظرين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. صباحكم مرة تانية، خلينا نروح دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف، ونروح نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. قول لنا بقى ايه ذكرياتك مع الراديو؟ انا عارفه انت بتحبي الراديو قوي. جدا. انا يعني يمكن انتوا بتتكلموا رجعتوا لي ذكريات الطفوله كلها. هبدا معاكم ان انا من كنت بنام بالليل على صوت اذاعه القران الكريم، وبعدين نصحى الصبح كده ماما تفتح اذاعه الشرق الاوسط من 6:30 الصبح لحد 7 واحنا رايحين المدرسه. بنسمع بقى كل التشكيله كبيره جدا من البرامج، اولها أبلة فضيله ويا حلو صبح وكلمتين وبس وحاجات جميله جدا، وطبعا كلام الاذاعيه الكبيره ايناس جوهر لسه بيرن في ودننا لحد دلوقتي. نيجي كده ارجع من المدرسه وبالليل واحنا قاعدين ممكن اسمع بالليل على اذاعه الشباب والرياضه برنامج دندنه، كان بالنسبه لي من البرامج الكويسه جدا وكان بيجيب اغاني حلوه قوي. لما كبرنا شويه بدات اذاعه الاغاني، فدي بقى تقريبا كنت بذاكر عليها، حفله الساعه 11 بالليل وام كلثوم دي كانت المميزه بالنسبه لي، وكمان كان في ساعه لعبد الحليم حافظ، وكمان كان في ساعه 1:30 يعني ساعه كامله كمان للفنان العظيم عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب. دي بالنسبه لي من الحاجات اللي لا يمكن انساها، وما زلت لحد دلوقتي بقى بالنسبه لي الاذاعه حتى في العربيه لازم اشغلها في البيت لما بكون لوحدي، لازم اشغل الاذاعه المصريه اللي اتربينا عليها، وكل صوت من صوت المذيعين الكبار اللي احنا اتربينا عليهم كنت اتمنى ان هم يدرسوا لي، وكمان بتمنى ان احنا اولادنا يستمعوا للاذاعه بشكل كبير لانها شكلت وجداننا من واحنا صغيرين، بقينا نعرف حاجات كتيره قوي. كلمتين وبس بالنسبه لنا ما كانش برنامج يعني بسيط، بالعكس كان بيدينا مواعظ وبيدينا حاجات كتيرة جدا. أبلة فضيلة، الحكاوي الجميلة اللي كنا من خلالها بنعرف ونتعرف على كل حاجة في حياتنا من حكاية بسيطة بصوتها الحنين الرقيق. يمكن أنا من الناس المحظوظة أن لما كبرت شوية وبقيت مذيعة كان ليا الحظ والنصيب أن أنا عملت لقاء مع أبلة فضيلة، وده كان من أسعد الحاجات اللي قدمتها في حياتي كلها. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر متجه للعباسية، هنلاقي هناك سيولة مرورية حتى غمرة. اما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مساعات الذروة الصباحية. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، في كثافات بقى مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، ده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية كمان للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، كما ظهرت برضو بعض الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران، ده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. لكن بالنسبة للطريق الدائري بتظهر كثافات أعلى دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه زراعي ومنه إلى الأقاليم. هنكمل جولتنا معاكم وشوارع الجيزة، وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي أعلى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر، ده دون تعطيل حركة المرور. كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة من ميدان جهينة، وده في اتجاه طريق الواحات وتحديدا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري. في كمان بعض التحويلات المرية على محور 26 يوليو، ده بسبب أعمال التوسعة القادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يمينا اتجاه محور 3 يوليو المستحدث بعد ما بعد الطريق الدائري. لكن بالنسبة للدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم
من 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان هيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة، ده بواقع عدد 6 حارات مرورية، ده على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوم، وده يعني إن شاء الله هيكون بعدها طرق هتبقى يتم فتحها بالكامل. أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب الاتجاه الإجباري من خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ولو رحنا معاكم شارع الهرم ده بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ولأن ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ناخد بالنا أنه تم إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري، وده لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص اللي هيتربط كمان بعد كده مع الطريق الدائري القوس الغربي. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة حتى الطريق الدائري، واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق. وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، وده لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بالنسبة للقادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، يفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. مكملين جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، وتحديدا من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية، ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وبكده انتهت جولتنا المرورية، هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا لكم. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها وأبرزها افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2023، أيضا مشاركة سيادته في فعاليات مؤتمر القدس رفيع المستوى اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. صحيح يا جمانة، وكمان امبارح سيادة الرئيس وصل لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، وأيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية. هناك أيضا عدد كبير من التفاصيل والأخبار الأخرى اللي حنعرفها في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2023، وده الحدث الأهم بمنطقة شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط اللي بيحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم. وأكد الرئيس إن اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط ساعدت في تخفيف أزمة الغاز في أوروبا. كمان امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر القدس رفيع المستوى اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والملك عبد الله الثاني ملك الأردن. وجدد الرئيس الدعوة للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن في مطار القاهرة، وده بعد المشاركة في مؤتمر القدس اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
امبارح ايضا وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوله الامارات العربيه المتحده للمشاركه في القمه العالميه للحكومات، وكان في استقبال سيادته لدى الوصول الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه، واعقب ذلك لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بابو ظبي تناول التاكيد على خصوصيه العلاقات المصريه الاماراتيه الوثيقه. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية المقرر تنفيذه بعدة محافظات، وأكد رئيس الوزراء إن المشروع ده بيمثل أولوية للدولة المصرية. امبارح برضو وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاته بهدف تحفيز الصادرات بوجه عام، وكان اجتماع امبارح مخصص لتحفيز الصادرات الغذائية، وأكد رئيس الوزراء إنه بيتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات اللي من شأنها النهوض بهذه القطاعات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء، وأكد مدبولي إنه بعد الزيارة الأخيرة اللي قام بيها لمحافظة شمال سيناء كان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث نقلة في أعمال تطوير المحافظة، سواء من خلال تحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة عشان يشعر أهالي شمال سيناء بتحسين جودة الخدمات المقدمة ليهم. في جولة المحافظات معنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها صرف الدفعة 171 من قروض مشروعات شباب الخريجين بمحافظة الدقهلية، منها أيضا توزيع بطاطين على غير القادرين بسبع قرى ضمن حملة ستر ودفى، وده كان في محافظة أسوان. أيضا يا مصطفى تم امبارح الإعلان عن إنشاء ثلاث محطات وسيطة لجمع القمامة في الأليوبية وفحص 2,711,000 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة في البحيرة. أخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الدقهلية اللي تم فيها الموافقة على صرف الدفعة 171 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير، وده بإجمالي 930 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. فأسوان وزعت مديرية التضامن الاجتماعي 700 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في سبع قرى بمركز إدفو، وده ضمن حملة ستر ودفى. في المنيا أعلن مركز دير مواس عن تنفيذ أعمال رصف شارع الجيش وتفرعاته استكمالاً لخطة رصف شوارع المركز، واللي شملت 10 شوارع وتفرعاتها بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه. في الشرقية قامت مديرية الطب البيطري خلال شهر يناير بتحصين 104 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، وكمان تم سحب عينات ما قبل البيع من المزارع للتأكد من خلوها من المرض. في كفر الشيخ نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع 3000 قطعة ملابس جديدة على 600 طفل ضمن الأطفال الأيتام وغير القادرين بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمركز الحمول، وده في إطار جهود التحالف الوطني الأهلي التنموي ومع بدء الدراسة بالفصل الدراسي التالي. في البحيرة ساهمت مبادرة دعم صحة المرأة المصرية في إجراء الفحوصات لـ 2,711,000 سيدة بنطاق المحافظة، وتم إحالة 54 ألف سيدة لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة، وده منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019 والحد الآن. في الإسماعيلية تم الانتهاء من أعمال إنشاء ورصف طريق رود إسكندر بمركز ومدينة أبو سوير، واللي بيربط ما بين مدينة أبو سوير من مزلقان السكة الحديد وحتى محور 30 يونيو بطول 3.5 كيلومتر وعرض متوسط 12 متر، وده ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2022-2023. في الأليوبية تم الإعلان عن إنشاء ثلاث محطات وسيطة لجمع القمامة بتغطي جميع مدن المحافظة، وده بالإضافة لتوسعة المحطة الوسيطة بحي الشرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من القمامة بشبرا الخيمة. في شمال سيناء انطلقت أعمال إنشاء ميدان يحمل اسم الشهداء بحي المساعيد غرب مدينة العريش، واللي جاء استجابة لطلب أهالي حي المساعيد لتخليد شهداء الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين تكريماً لمن كانت دمائهم وراء ما تشهده شمال سيناء حالياً من أمان واستقرار وانطلاق نحو البناء والتنمية.
هنروح دلوقتي مع حضراتكم لأهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. وعنا أيضا عدد كبير من الأخبار المتعلقة بأهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعالوا نتابعها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشارك دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ووفد من النماذج القيادية المصرية من خريج الأكاديمية في النسخة 9 من القمة العالمية للحكومات اللي بتقام تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات في الفترة من 13 ل 15 فبراير بدولة الإمارات العربية، وبمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم. كمان النهاردة مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سامسون هتزور مصر لمناقشة وضع أمن الطاقة العالمي مع الشركاء ودفع العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية لدعم الخطة الخاصة بالحد من واردات أوروبا من الغاز الروسي. وكمان هتشارك المفوضة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول اللي بيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيجمع ممثلي الحكومات وقادة صناعة الطاقة من إفريقيا ومنطقة المتوسط لمناقشة التحول في مجال الطاقة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي فريق الزمالك مع فريق سموحة الساعة 7 بالليل. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة قوية في ختام الجولة 23 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع إيفرتون الساعة 10 بالليل. نرجع بقى مرة تانية لدينا شرف عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. اتفضلي يا دينا. شكرا يا جمانة، فعلا الجو بقى لنا كذا يوم كده الجو برد. هاخدكم دلوقتي في جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبروده بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. في فرص سقوط امطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه. في كمان فرص ضعيفه لسقوط امطار خفيفه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه جنوب الصعيد. كمان في النهارده شبوره مائيه صبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة هتكون في مرسى علم 25، وأقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. احكي لنا عن ذكرياتك مع الإذاعة، أهم البرامج الإذاعية اللي كنت تسمعها، أهم المذيعين اللي ارتبطت صوتهم في الطفولة. ده كان سؤالنا على موقع التواصل الاجتماعي، بتسعدنا جدا تعليقات حضراتكم وتفاعلكم، وبنعرف من خلالها الدور التوعوي المهم اللي كان بيشكل جزء كبير من الرياضة المصرية اللي كانت موجودة في هذه الفترة. علاء هاروم بيتكلم وبيقول ان من اهم البرامج الإذاعية كان برنامج الفنان الكبير فؤاد المهندس كلمتين وبس. بيقول كنت بحبه قوي وده كان من اهم البرامج، وكان من اهم البرامج ايضا اللي كان مرتبط بيها في شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. في ام المصريين، صباح الخير عليكم على كل المصريين، صباح الخير عليكي. احلى برامج في الاذاعه منهم ابله فضيله كلمتين وبس وبرنامج على الناصيه واذاعه القران الكريم واخبار خفيفه هي بتعدهم بقى أيوة. ولا همسة عتاب ولا اغرب القضايا ولا ما يطلبه المستمعون. والله رجعتونا للزمن الجميل. صحيح. دعاء امير وهي توب فان عندنا في الصفحه بتقول انا بحب ايناس جوهر في اذاعه شرق الاوسط. امشي بخفه ودلع الدنيا يا الشابه وانت الجدع. صحيح. شكرا ليك يا استاذه دعاء. في ابراهيم عبد الجواد، صباح الخير من فلسطين. صباح الخير عليك، صباح الخير على فلسطين واهل فلسطين. وبيقول احلى ذكريات مع الاذاعه المصريه، واذكر احد البرامج وهو برنامج زياره الى مكتبه فلان. هي ده التعليق. ده من احلى التعليقات، ياخد جايزه احسن تعليق فعلا. طبعا لانه هو طبعا من فلسطين طبعا، وطبعا لان البرنامج ده طبعا كان من اقرب البرامج لفلان. طبعا زياره الى مكتبه فلان من البرامج العظيمه اللي كانت، والله فكره كانت جميله، ان انت بتخش ازاي لعقل هذا المفكر او هذا الاديب او هذا الباحث من خلال مكتبته وما يمتلكه او يقتنيه من كتب. محمد سامي بيقول برنامج دندنة في إذاعة شباب ورياضة. إذاعة شباب ورياضة طبعا تعتبر من أهم الإذاعات المؤثرة واللي كل المصريين مرتبطين بها، وخصوصا في الماتشات وتعليقات ما بعد الماتشات.
في محمد فوزي احمد، صباح الخير جدا. صباح الخير عليك. يقول والله الراديو ده اكتر حاجه متعلق بيها لحد دلوقتي، لسه لحد دلوقتي يومي لو ما بداش باذاعه القران الكريم وصوت الشيخ المنشاوي بريد الاسلام واحاديث الشيخ الشعراوي، وضيف ليهم اذاعه البرنامج العام وكمان راديو، بس التعليق مش كامل، يومي ما بيبداش. صحيح صحيح، غير صحيح. نصر العشري بيقول برامج الاذاعه المصريه غرست فينا حب الدين، زي برنامج رأي الدين تقديم الدكتورة هاجر سعد الدين، برنامج حب الوطن، برنامج في بيتنا جنود، في عدد كبير من البرامج ربما ذكرها، واتكلم برضو على حديث الشيخ الشعراوي اللي كان بيذاع يوميا على إذاعة القرآن الكريم، وبيقول الإذاعة كانت هناك حياة. فعلا أستاذ نصر ربما متعلق جدا بإذاعة القرآن الكريم مثله مثل عدد كبير جدا من المصريين. في كمان شريف حبيب بيقول صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا استاذ شريف. بيقول برنامج كلمتين وبس لانه كان برنامج مواعظ وتوعيه وبنستفيد منه في حياتنا العمليه، كمان حكايات ابله فضيل. صحيح. محمد لطفي برنامج الى ربات البيوت، يا سلام، الاذاعيه القديره صفيه المهندس، بيقول ان والدته رحمه الله عليها كانت من اهم متابعيه، وبرنامج يوم الجمعه من الجاني، وطبعا اغنيه حلاوه شمسنا واحنا رايحين المدرسه، حلاوه شمسنا وخفه دمنا. اذاعه القران الكريم فراهم الايمان. في شبانه شبانه مزروع بيقول صباح الخير عليكم وعلى شعب مصر. كانت الاذاعه المصريه في الصباح واثناء الاستعداد للذهاب للمدرسه اذاعه الشرق الاوسط، المذيع ايناس جوهر، برنامج صباح الخير يا مصر، اهم ست عتاب، كلمتين وبس، بالسلامه يا حبيبي، ابله فضيله. كان الراديو المصري دسم بالبرامج الجميله واذاعه القران الكريم والشيخ محمد رفعت في الصباح والمحلات والقهاوي في القاهره، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بصراحه رجعتونا للزمن الجميل. أوه. تحياتي لكم جميعا. انا سعيده قوي ان احنا رجعنا الناس للنوستالجيا دي، للايام الحلوه دي، وسعيده كمان تعليقات حضراتكم، بس لسه مستنيين تعليقات اكتر. على اي حال هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. خليكم بنصبح لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، هيكون معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وكمان في النهاردة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وكمان في فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، ده هيكون على جنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، وكمان إيه الأماكن اللي هيكون فيها أمطار، وهل في محافظات هيكون فيها أمطار غزيرة؟ بالفعل احنا اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، وده بسبب استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير، وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على انخفاض درجات الحرارة، وكمان تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بحس معاها بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء احتفنا بيها فترة النهار بتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى، أجواء معتدلة على محافظات شمال الصعيد، أجواء دافية ومائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار خاصة وقت الظهيرة، لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بيكون في انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 8 و9 درجات، محافظات شمال الصعيد ما بين 5 و6 درجات،
فالاجواء شديده البروده على اغلب الانحاء الجمهوريه خلال فتره الليل. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء او شمال الصعيد بسبب انخفاض درجات الحراره الشديد فترات الليل. ايضا في فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى خلال فترات الليل بسبب انخفاض درجات الحراره لتحت الصفر. بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل في فرص للامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وهي امطار خفيفه ممكن تبقى متوسطه في بعض الاماكن من مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم وبتختلف شدتها من محافظه لمحافظه. كمان اليوم طبعا فتره الصباح الباكر تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، فان شاء الله ساعه بالكثير من دلوقتي وتبدا الشبوره المائيه في التلاشي من على اغلب الطرق. متوقع ان شاء الله غدا يكون في مزيد من تعمق المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا، فكميات الامطار غدا هتزيد على المناطق الساحليه وتتحول كلها امطار متوسطه على المحافظات المطله على البحر المتوسط، بالاضافه كمان الامطار هتتقدم لبعض المناطق الداخليه غدا وتشمل جنوب الوجه البحري بعض المناطق من القاهره الكبرى. صحيح. طيب انا يعني احنا تقريبا دايما مع حضرتك في متابعه يوميه على برنامج صباح الخير يا مصر مع حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. وحضرتك بتقولي ان بكره هيكون الامطار يمكن اكثر شده. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها معاكم من القاهره والعظمى 17، الصغرى 9، العاصمه الاداريه 17-8، الاسكندريه 16-10، العلمين الجديده 16-10، مطروح 15-8، دمياط 16-10، بورسعيد 17-10، الإسماعيلية 18-7، السويس 17-9، العريش 16-9، كاترين 11-1 تحت الصفر، طابة 15-10، حلايب 22-14، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 24-12، الفيوم 17-8، بني سويف 17-8، الوادي الجديد 20-6، أسيوط 18-6، سوهاج 19-7، قنا 22-8، الأقصر 23-9، وأخيرا أسوان 24-9. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نتوخى الحذر لأن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، وكمان في شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. وهرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح الى دولة الامارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى من اجل المشاركة في القمة العالمية للحكومات. سيادته عقد امبارح لقاء مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات، تم خلاله التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الاماراتية واللي بتعكس التنسيق المستمر والمتواصل ما بين البلدين. كمان تم تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، تنمية التعاون في مختلف المجالات ما بين دولتي مصر والامارات. خلونا نتعرف على أهمية هذه القمة. ما هي القمة العالمية للحكومات؟ لماذا يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ خلونا نرحب بالدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن العربي في مركز دراسات الأهرام. أهلا بك دكتور، منورنا في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بك جمانة. أهلا بك مصطفى. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا يعني دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. وخليني في البداية أسأل حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على هذه القمة. هذه القمة هي قمة هامة، القمة العالمية للحكومات، بدأت أول نسخة ليها عام 2013، ومصر النهاردة ضيف الشرف لهذه القمة. ماذا تعني هذه القمة؟ ما أهمية هذه القمة؟ وما أهمية أن تكون مصر ضيف شرف لهذه القمة؟ يعني أولا القمة العالمية للحكومات يعني بتعقد بشكل منتظم منذ عام 2013 في إمارة دبي، وهذه النسخة التاسعة. هذا القمة تمثل أهمية كبيرة لأنه أكبر تجمع للحكومات في العالم، يعني شارك فيها تقريبا معظم الحكومات في العالم. وهذا النسخة العام، هذا العام تحديدا هناك أكثر من 20 رئيس دولة. صحيح. تقدم الرئيس السيسي بالطبع، هناك 250 وزيرا من دول العالم مختلفة، هناك 10,000 من رجال أعمال من كبريات الشركات العالمية، هناك أكثر من 80 منظمة دولية مشاركة ومنظمات المهمة عالميا سواء اقتصادية أو سياسية، مثلا منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منتدى ديفوس ورئيسه كلاوش سياق الكلمة، هناك كبرات الشركات العالمية، شركة سيمنز العالمية. يعني هو تجمع تقريبا يمثل أحد التجمعات الاقتصادية الكبرى، وليس فقط تجمع اقتصادي بحت، ولكن تجمع مرتبط به له خصوصية، فكرة التكنولوجيا الذكية، مخاطبة المستقبل،
هذا التجمع الذي يعني، وهنا نذكر طبعا دور للإمارات المهم في تقديم نموذج مهم صحيح. في الحوكمة والحكومة الذكية صحيح. ونسمع مصطلحات الحكومات الذكية، الأولويات، الحكم الرشيد، كلها تعكس أن العالم الآن بيتجه إلى الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطن. يعني دور الحكومة دائما ببساطة وحتى يعني المشاهد هو تقديم الخدمات، وهذه التجمع وهذه القمة هي تساهم في تطوير الأداء الحكومي في كيف يمكن للحكومة أن تقدم خدمات ذكية للمواطن على كافة المستويات، سواء في الرعاية الصحية، في التعليم، الخدمات في المرورية، في كل الخدمات، بحيث تيسر تقديم الخدمة وتكون أكثر يسرا وأكثر وأقل تكلفة صحيح. وأكثر سرعة. طب ماذا يعني أن تكون مصر ضيف شرف لهذه القمة؟ يعني تشارك مصر في هذه القمة من بدايتها، ولكن أن تكون ضيف شرف القمة العالمية للحكومات بالتأكيد له معنى وله دلالة وأيضا له نتائج ننتظرها على المستوى القريب. صحيح مصطفى، مشاركة الرئيس السيسي هذا العام هي بتعكس عدة دلالات. الدلالة الأولى هي مكانة مصر، يعني مصر كدولة لديها تجربة واعدة في مجال الحوكمة، في مجال الحكومة الذكية، في مجال التوسع، هي تجربة مهمة جدا، يعني في فكرة التوسع في مدن الجيل الرابع، العاصمة الإدارية وهذه المدن الكاملة، التوسع في الرقمنة والتوسع في الخدمات الذكية، يعني نلاحظ الآن في كل الخدمات. بمعنى آخر أن مصر الآن تقدم نموذج أصبح نموذج مهم في دول في منطقة الشرق الأوسط، وهذا النموذج يمثل أيضا إلهام للنماذج الأخرى، ويشكل أن هناك تقدير دولي حقيقة للتجربة المصرية في هذا الأمر. الدلالة الثانية بتعكس أيضا قوة الاقتصاد المصري، لأن يعني في ظل التحديات العالمية، وده أهمية توقيت هذه القمة ومشاركة الرئيس السيسي، أنها تأتي في سياق تحديات وأزمات عالمية بعد جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، يعني هناك تحديات تواجه العالم، والعالم يبحث الآن في كيف يمكن مواجهة هذه التحديات، ابتكار حلول ذكية، وبالتالي هنا مصر قضيف شرف هي بتعكس أيضا قوة الاقتصاد المصري، قوة التجربة المصرية، لأن مصر من الدول والاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو كبيرة رغم هذه التحديات، واستمرت هذا بشهادة المؤسسات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، أيضا هي من الاقتصادات الواعدة التي يعني دائما محل إشادة من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي اختيار مصر بتعكس قوة الاقتصاد المصري، بتعكس تميز التجربة المصرية في هذا المجال. ثم الدلالة الثالثة أو الأهمية الثالثة هو أن هذا ملتقى المهم يعرض فيه الرئيس السيسي وهنا التجربة المصرية لهذا ما أنجزته الحكومة المصرية والدولة المصرية في هذا المجال، وهو مجال مهم. ونقطة مهمة أيضا فكرة دائما العائد من هذه المشاركة في هذه القمم، دائما العائد على الاقتصاد المصري وعلى التنمية في مصر، وبالطبع على المواطن المصري، لأن وجود الرئيس السيسي وهذا الوفد المهم المصري في هذه القمة دائما هو يمثل فرصة لتبادل الخبرات، لتبادل التجارب والنماذج، يمثل فرصة لعرض الفرص الواعدة في مصر. مصر الآن لديها فرص واعدة اقتصادية، محور التنمية في قناة السويس، في كل المشروعات القومية العملاقة. العالم الآن بيبحث عما يسمى التعافي الاقتصادي، والتعافي الاقتصادي في ظل عالم به صراعات وحروب واستقطابات وتداعيات وأزمات في الطاقة والغذاء، الكل يبحث عن الاقتصادات الواعدة التي يبني معها شراكات لتحقيق هذا التنمية وهذا النمو. الاقتصاد المصري هو من الاقتصادات المرشحة لتحقيق هذا الأمر، وبالتالي هذه فرصة لجذب الاستثمارات، لفتح أسواق، لتبادل الخبرات مع الشركات. يعني حجم التمثيل العالمي الاقتصادي والدولي بيعطي فرصة مهمة وبيعطي ثقة لمصر دائما صحيح. في هذا المجال صحيح. على أي حال يعني أعتقد دلوقتي عقارب الساعة وصلت إلى 8 صباحا بتوقيت القاهرة، وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. صباح الخير يا دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة العالمية للحكومات بدبي، وكان الرئيس السيسي قد وصل بالأمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وعقب الوصول عقد الزعيمان لقاء بقصر الشاطئ بأبوظبي، حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بإحداث نقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء. وأوضح مدبولي خلال اجتماع لمتابعة خطط التنمية في المحافظة أن التوجيهات الرئاسية تشمل تطوير وتحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين. وأعلن مدبولي بدء أعمال التطوير في مدينة العريش قبل استمرار العمل تباعا في باقي مدن وقرى المحافظة. تتواصل اليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا. وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من 8000 مسعف أجنبي. وبحسب آخر التقارير الرسمية، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 من 10 درجات عن أكثر من 30 ألف وفاة جنوب تركيا وعن أكثر من 5000 في سوريا. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى تنحية السياسة جانبا والاتحاد لدعم الشعب السوري عقب الزلزال المدمر. وأكد بيدرسون أن المنظومة الإنسانية بالأمم المتحدة ستفعل كل ما يمكن للوصول إلى جميع المحتاجين للدعم. وشدد بيدرسون على الحاجة لإتاحة كل سبل الوصول إلى المتضررين بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير مزيد من الموارد. أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني. وقال متحدث باسم الحلف إن الهجوم طال عدة مواقع في وقت واحد، مشيرا إلى أن الناتو أصبح هدفا لهجوم قراصنة خلال الآونة الأخيرة. أسقط الجيش الأمريكي جسما طائرا فوق بحيرة هارون بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية، وذلك في ظل حالة التأهب القصوى لقوات الأمن في أمريكا الشمالية في مواجهة تهديدات جوية. ومن جانبها أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن إسقاط الجسم وتأثيره اللاحق لم يكن مصدر قلق عام، مشيرة إلى أنه يجرى تحليل ما حدث. أما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن محققين كنديين يتعقبون حطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلة أمريكية. ختام موجز الثامنة فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وأيضا بنجدد ترحيبنا بدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام. دكتور أحمد، يمكن قبل الموجز مصطفى كان سأل حضرتك عن أهمية أن تكون مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، وفي ضوء إجابة حضرتك حابة أعرف، يعني وإحنا بنتكلم على هذا الزخم وأكبر قمة من حيث التجمع، تجمع رؤساء وأيضا وزراء كبرى الدول وأيضا أكبر المنظمات الدولية إن كانت السياسية الاقتصادية أو حتى التنموية في هذه القمة، مصر أكيد دايما بتبقى معاها ليها استراتيجية، ليها خط، ليها فكرة دايما بتبقى حريصة أنها توضحها في مثل هذه القمم الكبيرة والهامة. استراتيجية مصر في هذه القمة يا فندم، لو هنتكلم كمان وهنتطرق أيضا للقاءات التي سيجريها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالطبع جمانة هناك استراتيجية الدولة المصرية، وهي فكرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهضة الشاملة. وهذه النهضة لها محاور: الاستثمار في الإنسان، توظيف التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة كل معايير العصر الحديث في الإدارة وفي أداء الحكومات لتحسين الخدمات للمواطن. هذه المنظومة، الغرض من هذه القمة والمشاركة في هذه القمة لها أبعاد متعددة، يعني بعد خاص ب
عرض التجربة المصرية في هذا المجال في الحكامة وفي الحكومة الذكية وفي كيف مصر توسعت في هذا المجال، والاستفادة أيضا من تجارب الآخرين في إطار تبادل الخبرات. النقطة الثانية هي محور دبلوماسية التنمية، بمعنى الرئيس السيسي بيشارك في هذه القمم سواء قمم سياسية أو قمم اقتصادية أو قمم تكنولوجية بهدف دائما خدمة التنمية في الداخل، بمعنى جذب الاستثمارات، عرض الفرص الوعيدة، لأن الشركات العالمية شركات سيمنز والشركات الكبرى المشاركة في هذه القمة هي بتبحث عن بيئات مستقرة لتحقيق الاستثمار سواء في الاستثمار التكنولوجي أو في تطوير الخدمات أو في يعني في كل هذه الأمور، وبالتالي هي فرصة دائما لجذب هذه الاستثمارات، الالتقاء مع هذه الشركات. الرئيس سيجري عدد كبير من الحوارات في هذه القمة، سيعرض أيضا يجري حوار كبير حول أولويات الحكومة المصرية، كيف أنجزت في مجال الأداء التنموي في مجال الاقتصادي، كيف أن مصر تسير بمسارات متوازية للصحة الاقتصادي مع مشروعات التنمية العملاقة مع الاستثمار في الإنسان في مجال الرعاية الصحية في مجال الاستثمار في البشر في ريادة الأعمال. يعني على سبيل المثال أحد محاور المؤتمر هو هذه القمم هو الاهتمام كيف تتم بالرعاية الصحية باعتبار والتعليم، لماذا التعليم والصحة؟ لأنهم عقل وصحة الإنسان، إنسان سليم عقليا وسليم بدنيا هذا بيعطي قوة، هي ثروة حقيقية. مصر دي تجربة، يعني تجربة في مجال الرعاية الصحية، مبادرات الصحة المختلفة، مبادرات مليون صحة، القضاء على فيروس سي، هذه التجارب أصبحت ملهمة الآن لدول العالم في مواجهة الأمراض ومواجهة الأمراض المزمنة، فهذه تعد جزء من الأداء الذكي للحكومات، لأنها بتهتم بالإنسان وأيضا في التعليم، التعليم والتطور في التعليم، تعليم الفهم، تعليم الإبداع، تطوير القدرات، هذه مهمة. أيضا في مجال تمكين الشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، لأنها تقوم على الابتكار وعلى الإبداع، هذا جزء من أيضا من محاور المؤتمر أو هذه القمة العالمية، تشجيع الشباب، هذه الأفكار الجديدة، لأن هذه الأفكار بتقود التطور، هي بتؤدي التقدم البشري، بتسهل الخدمات، لأن في نهاية المطاف المقصود الحكومة لها دور ولها وظيفة. عندما تكلم عن حكومة ذكية تكون أكثر احترافية وأكثر في أداء وظيفتها المختلف، في تقديم خدماتها للمواطنين في كل المجالات، في الرعاية الصحية، في الاتصالات، في التعليم، في كل المواصلات. هذه القمم العالمية هي بتقدم حلول ابتكارية جديدة وتعرض ماذا تعرضها هذه الشركات العالمية وهذه الحكومات والتجارب المختلفة، وهنا يحدث التطور والتقدم، وبالتالي وجود الرئيس السيسي وهذا الوفد وبيمثل أهمية كبيرة، له انعكاسات وارتدادات إيجابية على الاقتصاد المصري، على التجربة التنموية المصرية، على أداء أيضا فيما يتعلق بأداء الحكومة المصرية. صحيح. مصر برضو بتعتبر أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، يعني مصر إحنا أكثر من 100 مليون والعالم العربي كله 300 وشوية مليون، إحنا تلت الناطقين باللسان العربي في العالم، ونعتبر يعني مصر هي الصين الشعبية العربية، يعني هي أكبر نوع من أنواع الدول اللي ممكن نقول إن عندها قوة بشرية، إزاي برضو نستثمر ده؟ يعني أنا عندي نوع من أنواع العناصر القوة، لما أنا كدولة بطرح اسمي في مؤتمر دولي للحكومات أنا عندي قوة بشرية، إزاي أنا أسوق ده داخل هذا المؤتمر؟ هو مصطفى، هي النقطة، هي هذا جزء من المزايا النسبية لمصر، يعني القوة البشرية والسوق الواسعة تعتبر من المزايا النسبية اللي بتعطي مصر ثقل سياسي وثقل سياسي في المنطقة، هي من الدول الواعدة والدول المهمة ولها ثقل كبير، طبعا الثقل الحضاري. النقطة الثانية فكرة أن مصر هي أيضا دولة، يعني دولة لديها اقتصاد قوي واقتصاد واعي، لديها مشروعات تنموية طموحة، يعني هناك رؤية للمستقبل، يعني شعار هذه القمة هو استشراف حكومات المستقبل، يعني ده مثلا نجد العاصمة الإدارية، فكرة بناء المدن الجديدة المدن الذكية من الجيل الرابع التي تراعي المعايير البيئية، الفكرة أقل تلوث، التوسع في الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، هذا تطور في مفهوم الأداء الحكومي وشهد طفرة كبيرة في العالم، مصر مواكبة مع هذا الأمر، وبالتالي ده ميزة أنها تجربة رائدة في هذا المجال وتوجه الدولة الأساسي في هذه الحكومات الذكية. يعني أنا قصدي أن أنا عايز أجذب مشروعات، مثلا مشروعات كثيفة العمالة، عايز مثلا أشغل أيدي كثير، عايز مثلا أدرب عناصر. أنا ده محور سؤالي، أن أنا عندي ناس كتير، ومصر لديها ميزة نسبية في هذا أنها تعد منطقة استثمارية واعدة، يعني من ناحية السوق، سوق استهلاكية، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية العمالة الفنية، لأن تطور العمالة البشرية وفقا لكل معايير العصر، ده بيعطي ميزة للشركات العالمية اللي بتستثمر في مصر، البحث عن عمالة فنية رائدة ومهمة، هذه نقطة. نقطة أن عندك مشروعات قومية عملاقة، يعني مثلا في محور التنمية، التوطين الصناعي، توطين التكنولوجيا، لأن فقط ليس أن أنت تسرد التكنولوجيا ولكن توطن التكنولوجيا، توطين صناعة الطاقة النظيفة مثلا في مصر. هذه نقاط مهمة لأن مصر تتجه في هذه استراتيجية مهمة. مصر كبوابة للشرق الأوسط، كبوابة لإفريقيا،
مصر زي دولة مستقرة، يعني دايما الاستثمار بيبحث عن الاستقرار، وبالتالي كلها تعطي ثقل ومزايا مهمة. هذا دايما بيعطي ليه مكانة مصر في هذه القمة هي مهمة، واختيار مصر كضيف شرف، لأن الرئيس يذهب ليعرض التجربة المصرية، المزايا النسبية التي تمتع بها مصر من هذه النقطة، أنها سوق واسعة، أنها دولة اقتصادها واعد، لديها مزايا كبيرة في المنطقة، ولديها كل المقومات التي تؤهلها للانطلاق الاقتصادي وتجعلها دائما في مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وبالتالي وجود هذه الكم الكبير وهذا الكم النوعي من الشركات العالمية الاستثمارية المختلفة، كبرى الشركات العالمية، وبالتالي هذا بيعطي فرصة وأهمية لمصر، لأن هذه الشركات هي بتبحث عن المناطق اسمها الوعيدة الاقتصادية، المناطق المستقرة. مصر هي مرشحة بما فيها كل هذه المزايا النسبية. مصر أيضا في متعلق بالعنصر البشري، مصر أيضا بتزود المنطقة العربية والعالم بالعنصر البشري، الكفاءات البشرية في كل المجالات، في الهندسة، في الطب، في الإدارة، في كل المشروعات طبعا لديها هذه المزايا النسبية، لديها ثقل بشري وثقل حضاري كبير. مصر أيضا لديها استقرار أمني وسياسي، دولة مستقرة. مصر أيضا لديها سياسة خارجية نزيهة ورشيدة ومحايدة. وهذه النقطة المهمة، يعني وجود الرئيس السيسي هو بيعكس دائما فكرة يعني هذه ثمار السياسة الخارجية المصرية. السياسة الخارجية المصرية بتسير على فكرة دور قوي لمصر، دور فاعل في العلاقات الدولية، سياسة الحيز الإيجابي، فكرة بناء علاقات شراكة وتعاون مع كل الدول، فكرة تقود طيار للتعاون الدولي، بمعنى أن هناك الآن طيارات في العالم، استقطاب، صراعات، توترات، هذا بيؤدي لتداعيات سلبية، بيعوق التنمية، نرى الحروب، نرى التوترات، في المقابل هناك طيار تقوده مصر، يعني بناء شراكات، بناء التنمية، الاستثمار في الإنسان، فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، عرض هذه الفرص. يعني قطر السيسي سواء في هذه القمة أو في كل الزيارات التي تقوم بها في الهند، في كل الدول دائما مع الكبرات الشركات العالمية، يعني بيجذب ويقول أن مصر لديها تجربة واعدة، وبالتالي هذا كله لديه عوائد على الداخل المصري، على المواطن المصري، بيوفر وظائف. يعني جزء من المؤتمر هو توفير الوظائف كأولوية الحكومة، التعليم، الرعاية الصحية. مصر تسير في هذا الاتجاه ولديها تجربة سواء في المجال الصحي أو في مجال التعليم، في مجال مثلا المدن الذكية، يعني أحد المحاور استدامة المدن الذكية. مصر الآن لديها عدد كبير من مدن الجيل الرابع، يعني في القاهرة، في العاصمة الإدارية، في العالمين. النقطة دي مهمة جدا يا دكتور أحمد. يمكن إحنا نتكلم عن المدن الذكية، ده بالنسبة لنا مصطلح ومفهوم إحنا عارفينه، لكن من ضمن النقاط اللي هيتم منشطها ومن أهم النقاط الحقيقة فكرة تسريع التنمية والحوكمة واستدامة المدن الذكية. ممكن المصطلح ده بالنسبة لنا ما نبقاش فاهمينه، يعني إيه، يعني إيه استدامة المدن الذكية؟ إحنا عارفين المدن الذكية. هو فكرة الاستدامة مفهوم بسيط، يعني دايما من حاجة الديمومة، يعني حاجة تستمر، زي مثلا التنمية المستدامة، اللي أنا بحافظ على الموارد بحيث يعني الأجيال الحالية والمستقبلية، يعني لا أنهك الموارد. استدامة يعني تظل دائما، يعني دائما مستمرة ومستديمة في خدماتها الذكية، في الاعتماد على الطاقة النظيفة، فكرة القضاء على البيروقراطية بشكل بسيط، يعني كل الأشكال البيروقراطية وهذا الأمور التعقيدات يتم القضاء عليها بحيث هناك تسهيل لأداء الخدمة. مدن تقوم على الاعتماد على الطاقة وعدم تلوث البيئة، الطاقة يعني كلها تمثل استدامة لهذه المدن. هذه نقطة مهمة في مقصود بالمدن الذكية، لأن مشكلات المدن القديمة سواء التصميم العمراني أو أداء الخدمات أو هذه الازدحام أو الاختناق أو التلوث بيتم كلها يعني تم تجنبها أو التخلص منها أو تفاديها في المدن الذكية، وأن يستمر الاستدامة في هذا الأمر، يستمر بشكل مستمر وبشكل مستديم، ألا تتعرض لأي عقبات أو تحديات. هناك آلية دائما للتغلب على اي عقبه يمكن ان توقف هذه خصائص المدن الذكيه فيما يتعلق باستدامه هذه الخدمات، يتعلق به ايضا انشاء المصانع، انشاء الاعتماد على مصادر الطاقه، الطاقه المتجدده، يعني كلها بتشكل ان المدن الجديده تصمم وفقا لاحدث المعايير العصريه الحديثه التي تراعي التوازن بين السكان وبين احتياجات السكان والتوازن السكاني وبين متطلبات البيئه والحفاظ على الموارد البيئيه والموارد الطبيعيه. هذا هو مفهوم الاستدامه. وبناء عليه احنا عندنا عدد ايضا من المشاركات في هذا الامر، يعني احنا ممكن نستفيد من كل هذه الاشياء في تطوير الحكومه بشكل ذكي، بحيث ان احنا نواكب ما يحدث في العالم من تغيرات ذكيه. استفيد يعني ازاي؟ يعني ده سؤالي برضو اللي انا بحاول اوصل لي اجابه يا دكتور. على سبيل المثال استاذ مصطفى، يعني فكره الرخصه الذهبيه، يعني هذا مثال، يعني فكره ان انت مستثمر سهل الاستثمار، يعني بدل مثلا فكره الشباك الواحد، بدل ما لكي المستثمر يمر بمشروع ويستغرق الوقت الكبير في الاجراءات البيروقراطيه والروتينيه وكذا، يتم تسهيل هذا الامر في خطوه واحده او خطوتين بالكثير على الاقصى، وبالتالي هذا جزء من الحكومه الذكيه، اداء الخدمات للمواطن سواء المواطن او المستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي، لان يعني المستثمر بيبحث عن يعني احد مشكلاته البيروقراطيه،
ويعني الترخيص وكل هذا بيعوق الوقت والوقت له تكلفه بالنسبه للمستثمر، وبالتالي تسهيل الاجراءات. الحكومه المصريه في هذا الاتجاه فكره الرقمنه، الاعتماد على الخدمات، كل الخدمات الالكترونيه سواء الخدمات البنكيه، الخدمات المصرفيه، خدمات حتى المواطن اللي في المرور، في كل الامور تعتمد على الرقمنه والميكنه. كل هذا جزء من الحكومه الذكيه. لم تعود الحكومه التقليديه، الاوراق التقليديه يعني الدوسيهات وهذا الامور، العالم كله يتخلص من هذا الامر. الحكومه المصريه الان توجهت بشكل كامل لهذا الامر، وبالتالي وجود الحكومه المصريه مع تجارب اخرى، يعني هناك تجارب مهمه، تجربه الامارات العربيه المتحده ايضا في الحكومه الحوكمه وفكره الحوكمه، الاعتماد على المعايير الصارمه في الاداء الحكومي، يعني الاعتماد على المعايير العالميه والمعايير السليمه في اداء اي خدمه واداء الامور، هذا هو يسمى بمفهوم الحوكمه، الحوكمه الرشيده، وان الحكومه تؤدي وظائفها وادارها باحترافيه وفقا لكل المعايير، وبالتالي هذا بيسهل وبينعكس على المواطن. اليوم في هذه القمة هناك شركات عالمية كبرى، شركات أمريكية وأوروبية، كلها دي تجارب وابتكارات، مشروعات ريادة الأعمال هي جزء أيضا من الحكومات الذكية، لأن الأفكار الصغيرة والمشروعات الصغيرة هي التي تقود التصنيع. مصر الآن توجه نحو التصنيع، وهذا التصنيع أيضا لديه يعتمد على فكرة الابتكار وعلى فكرة الاستفادة من خبرات الآخرين. القمة هذه هي قمة مهمة حقيقة، وهي ليكون لها مردود مهم، يعني عندما نتكلم عن مردود هذه القمة على مصر، على الاقتصاد المصري، بالطبع لها سيكون لها ارتدادات يعني انعكاسات كبيرة. الوفد بيقولوا أكبر وفد يشارك في هذه القمة من بدايتها، أكبر وفد مصري يعني. وفد مصري، يعني حتى يعني كل المجالات، حتى في الخبر الأكاديمية الوطنية للتدريب تعرض التجربة المصرية، لأن هذه أيضا جزء من الاهتمام بالعنصر البشري، فكرة الكفاءات، وهذه تجربة مصرية مميزة. كل هذا بيعطي مزايا نسبية لمصر. عامه يمكن ان نستفيد منها ايضا الدول الاخرى، يعني نقل التجربه المصريه الى دول المنطقه، للدول الافريقيه، للدول الناميه، كل هذا بيعطي مسمى الرياده، ان النموذج المصري في هذا الامر، لان هي فكره كلها ببساطه ان مصر لديها استراتيجيه واضحه تحقيق نهضه اقتصاديه شامله، وهي تسير في هذا الامر خلال المشروعات القوميه العملاقه، البنيه الاساسيه، الاهتمام بكل قطاعات الانتاج، الزراعه، الصناعه، كل هذا الامور، وفي القلب منها الاهتمام بالانسان المصري، هو العنصر البشري، هو الثروه البشريه. هذه المنظومه الثلاثيه التي تحقق النهضه، مع توظيف السياسه الخارجيه وبناء شراكات مع كل دول العالم. هذه الشراكات الاقتصاديه والمختلفه التكنولوجيه سواء في كل المجالات، في الرعايه الصحيه، هذه الشراكات لها ارتدادات، بتفتح اسواق للسلع المصريه، بتجذب استثمارات، باستفاده من خبرات وتجارب، لان كل الاقتصادات العالم كلها لديها مزايا نسبيه، زي الهند، زي اليابان، زي الصين، زي الاتحاد الاوروبي، زي الدول حتى الوعيده في شرق اوروبا وفي وسط اسيا، كلها مصر تسعى للاستفادة، فتح افاق جديدة. يعني مشاركة كل هذه التجارب وايضا نقل الخبرة المصرية والتجربة المصرية في مثل هذه الفعاليات والمحافل الدولية هو شيء مهم جدا. واكيد احنا بنتكلم على اقتصاد و استراتيجيات دولية ومشاركات دولية، احنا بنتكلم هنا لازم زي ما بيطلق عليها الوين وين سيتويشن، او انه الرابح يعني يكون الطرفان رابحين بكل تأكيد. هل ينتقل مع حضرتك لأيضا مؤتمر القدس رفيع المستوى اللي تم عقده أمس بجماعة الدول العربية بالقاهرة؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمة هامة جدا حقيقة، رؤية حضرتك لهذه الكلمة، تفنيد هذه الكلمة يا فندم؟ شوفي جمانة، كلمة الرئيس أمس في مؤتمر القدس في الجماعة العربية بتحمل رسائل مهمة وفي توقيت مهم. لماذا توقيت مهم ورسائل مهمة؟ لأن هناك تطورات يعني كما شهدناها في الأراضي الفلسطينية، وتنذر بعواقب يعني أن الأمور تتجه إلى التصعيد. وبالتالي كانت الرسالة الأساسية للرئيس السيسي أمس، أو الرسائل، هي فكرة أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. الرسالة الثانية مرتبطة بها أن غياب السلام الشامل والعادل يؤدي لمزيد من التوتر والعنف والعنف المضاد الذي يدفع ثمنه الأبرياء، وأن في النهاية الكل خاسر. الرسالة الثالثة المرتبطة بهذه الرسالتين هو أن السلام العادل لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو السلام العادل الدائم الذي يضمن وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، يحقق التعايش والتسامح والتعاون بين الجميع. وجود هذا السلام العادل له مصلحة لكل الأطراف، مصلحة للإسرائيليين، مصلحة للفلسطينيين، مصلحة للمجتمع الدولي، مصلحة لأمريكا، مصلحة لمنطقة الشرق الأوسط. لأن دائما مصر تعتبر أن غياب حل عادل للقضية الفلسطينية هو أساس عدم الاستقرار، هي مفتاح الاستقرار في المنطقة. الرسالة الرابعة أن الرئيس السيسي أيضا دعا إلى فكرة حث المجتمع الدولي أن يتحرك، شركاء السلام بالذات الطرف الأمريكي، للتحرك الفعلي، لأن تجربة السنوات السابقة والعقود السابقة أثبتت أن سياسة الخطوات الأحادية الانفرادية، انتهاكات،
مصادرات الاراضي، تهجير الفلسطينيين، انتهاكات المقدسات، الحصار، في النهايه لن تحقق الامن والسلام. الذي يحقق الامن للمواطن الاسرائيلي ليس هذه الممارسات، وانما هو السياج الحقيقي هو الامن، هو من خلال السلام، من خلال الامن الحقيقي رقابه سلام عادل، لان الشعب الفلسطيني من حقه ككل شعوب العالم يكون له يعني دوله وله حقوق، لان فرض الامر الواقع واستمرار الاحتلال هو المشكله، وبالتالي الفلسطينيين يطلبون تحقيق السلام. هنا الرساله ان مصر هي تتحرك في اتجاه دعم السلام، هذا يتوافق مع السياسه المصريه، لان سياسه الحروب والصراعات هي في النهايه الكل خاسر، لكن السلام الكل رابح، رابح، وهو يحقق الازدهار، يحقق التنميه، يدفع المنطقه للتفرغ لتوظيف الموارد والعيش والازدهار والتنميه، لان الحروب بالطبع والصراعات هي بتعيق المجتمعات عن التقدم والتطور. هذه الرساله امس في مؤتمر القدس. القضيه الفلسطينيه بتؤكد ايضا انها في قلب السياسه المصريه، يعني مصر تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم القضيه الفلسطينيه، وعلى مسارات متعدده ومتوازيه، مسار تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، تخفيف المعاناه، دعم الاقتصادي، يعني اعمار غزه واعمار المناطق الفلسطينيه، وايضا حشد الدعم الدولي للفلسطينيين الاقتصادي، مع مسار ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحه وتهيئه الاجواء لبناء موقف فلسطيني موحد، مع مسار العمل مع الشركاء لاحياء عمليه السلام وتثبيت الهدنه طبعا وتثبيت وقف اطلاق النار ومنع التصعيد. هذه المسارات هي جزء من سياسه مصر الخارجيه، وبالتالي كلمه الرئيس السيسي امس امبارح كانت موجهه لكل الجانب الدولي، المجتمع الدولي، الجانب الاسرائيلي، الجانب الفلسطيني، بانه لا بديل عن تحقيق السلام العادل. هذا السلام العادل الواضح وفقا لقرارات الشرع الدوليه، لكن اي صيغه للسلام على الطريقه الاسرائيليه او لا تراعي الحقوق الفلسطينيه، صحيح، مع استبعاد القدس، هي في النهايه يعني استمرار امد الصراع، امد الصراع، صح، وبالتالي استمرار التكلفه، لان تكلفه استمرار الصراع هي مكلفه ليس فقط على اطراف الاسرائيليين الفلسطينيين، ولكن ايضا على منطقه الشرق الاوسط، وكما قال الرئيس السيسي بيضع المنطقه امام خيارات صعبه. صحيح صحيح. هل يمكن ان يعني تتقاطع كلمه الرئيس السيسي في مؤتمر القدس بجامعه الدول العربيه بالقاهره مع ما سيحدث اقتصاديا في القمه العالميه للحكومات في دبي؟ هل يمكن ان يكون هناك ثمه رابط ما بين الموقفين او الكلمتين؟ هو الرابط استاذ مصطفى هو فكره فعاليه السياسه الخارجيه المصريه. صحيح. السياسه المصريه تسير على مستوى هناك ربط بين الاقتصاد والسياسه وعلاقات متكامله ومجاهيم العمله واحده. مصر عندما تمارس وتؤكد دورها في دعم القضيه العربيه، في دعم القضيه الفلسطينيه، في تحقيق الاستقرار، في تحقيق السلام، هذا الدور السياسي وهذا تحقيق الاستقرار هو يهيئ البيئه لتحقيق الازدهار الاقتصادي، لان استمرار الصراعات والحروب والقضايا والازمه الفلسطينيه بيعوق المنطقه. الرساله ان كما ان قمه الامارات، قمه دبي للحكومات تبحث في الاداء الاقتصادي، اداء الحكومات، الازدهار الاقتصادي، التعاون، هذا لن يتحقق الا في بيئه مستقره تعاونيه. لا يمكن الحديث الان حتى على مستوى العالم، وان نتكلم عن حروب عالميه واستقطاب عالمي بين القوى الكبرى، لا يمكن تحقيق التعاون في ظل هذا الاستقطاب. الاستقطاب يحتاج الى العمل الجماعي الدولي، مفهوم يعني الكل رابح في هذا التعاون، لكن عندما ندخل في صراعات وتوترات بالذات هيؤثر على الامور. الامر الثاني هي فعاليه السياسه المصريه، ان مصر كما هي تتحرك على المستوى السياسي تتحرك على المستوى الاقتصادي، لان هناك كما قلنا بين الدبلوماسيه التنميه، في النهايه في المطاف هو النهوض بتعظيم المصالح المصريه، سواء في دورها السياسي ودور مصر الاقليمي او على المستوى الاقتصادي في تعزيز التنميه في الداخل، في جذب الاستثمارات، في كل هذا ينعكس في نهايه المطاف على المواطن المصري وتحسين مستوى معيشه المصري وتوفير الوظائف، وبالتالي هناك ترابط. يبقى هو ربط بينه وبين وزاره الرئيس الخارجيه للهند واذربيجان وارمينيا، وايضا زيارات الرئيس ايضا في شرق اوروبا، وكل هذه العلاقات هي بتعكس ان مصر تتحرك على كل المسارات، على كل القمم، تشارك بفعاليه. مصر القويه، مصر القويه اقتصاديا، القويه سياسيا، مصر القويه بسياساتها الخارجيه الرشيده، كل هذا بيمثل فعاليه وانعكاس على له مردود على دور مصر ومكانه مصر وعلى المواطن المصري وعلى التنميه داخل مصر. طيب دكتور احمد، اذا ما استمرنا في الحديث عن القضيه الفلسطينيه، بما انه حسب كمان قول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذه القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه للعرب اجمع، خلينا زي ما احنا بنتكلم في ضوء رياده المصريه وكل ما قامت به مصر من انجازات وما الى ذلك، ازاي هذه خلينا نقول هذه الاستراتيجيه المصريه قدرت انها تؤثر في القضيه الفلسطينيه؟ احنا شفنا الثقل المصري في هذه القضيه، ان كان التهدئه في قطاع غزه ثم اعاده الاعمار، ازاي ده يؤثر على القضيه الفلسطينيه؟ بالطبع جمان، هذه نقطه مهمه، لان يعني اتذكر في 2021 عندما يعني اندلعت الحرب على قطاع غزه، يعني وقف العالم وقتها عاجزا بل يعني صامتا حتى، يعني صحيح، لا يستطيع ان يوقف هذه الحرب، واستطاعت مصر
بثقلها السياسي بقواتها بعلاقاتها مع كل الأطراف وخبرتها الكبيره في هذا الملف ان توقف النار وتثبت التحرك الفوري، يعني تحرك الفوري. تحرك مصري فوري، وهذا كان محل تقدير وحتى اشاده من كل المجتمع الدولي. حتى الرئيس بايدن اتصل بالرئيس السيسي في وقتها صحيح. وشكره على هذا التقدير، لان الخطوره ان هذا الصراع هو له يعني ارتدادات على المنطقه، يعني صراع فلسطين الاسرائيلي له ارتدادات. قضية القدس على سبيل المثال هي ليست قضية فلسطينية فقط، هي قضية تهم العرب وتهم المسلمين. الانتهاكات ضد المسجد الأقصى وضد زي السحاب هو استفزاز، هو تأجيج، أيضا تأجيج لمستوى العنف والتوتر في العالم، في يعني في العالم الإسلامي من السخونة. الرؤية المصرية تقوم على فكرة أن الكل أن السلام العادل هو الذي يضمن مصالح جميع الأطراف، أن يعني العالم أو المنطقة جربت الصراعات والحروب والتوترات، فرض الأمر الواقع والانتهاكات لم تفضل نتيجة، أدت إلى يعني إلى وقوع ضحايا، وأدت إلى توترات، وأدت إلى صراعات، وحاولت أطراف كثيرة أن تزايد وتستغل القضية الفلسطينية، وهي أصلاً لا تدعم القضية الفلسطينية، لكن مصر دائماً تدعم السلام، تدعم الشعب الفلسطيني فعلاً أفعالاً ليست أقوالاً، في الدعم الاقتصادي، في الدعم المادي، في الدعم كذا، مصر تدعم الفلسطينيين والأشقاء الفلسطينيين وتحاول أن تهيئ البيئة دائماً للمصالحة الفلسطينية. صراحة الفلسطينية. يعني. ثم هناك مسار أيضاً حديث مصر، يعني في كل أجندة، في كل مؤتمر يا زبرير السيسي، في كلمات في الأمم المتحدة. دائما القضية الفلسطينية جزء أساسي من الأجندات، ودائما المفهوم واضح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لتحقيق الأمن والاستقرار. وبالتالي هنا على الدار الأمريكية، على الجانب الأمريكي، على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك من منطلق المفهوم المصلح مصلحته في إنهاء هذه القضية. كيف تنتهي؟ من خلال هذا السلام العادل، ومن خلال دولة فلسطينية على حدود 67. لكن أي صيغة تحاول الجانب الإسرائيلي فرضها أو الجانب الدولي يعني التجاهل للصيغة العادلة، معنى يطال امد الصراع. القضيه يعني اكثر من 5 عقود أو 7 عقود، والمنطقه تدفع ثمن كبير لهذا الصراع، هو ام الصراعات وام القضايا. وبالتالي الفكره والحكمه تقول ان العالم في ظل هذه الازمات وهذه التوترات والتحديات الكبرى ينبغي ان يتجه للاعمار والتنميه والازدهار، لكن هذا يتحقق لابد من تصفيه هذه العقبات، ومنها استمرار الاحتلال وهذا العنف وهذا التوتر، لانهم لا يجتمعان. وبالتالي كانت رساله مهمه انعكاس مصر القضيه الفلسطينيه واضح في اجنده المجتمع الدولي، في اهتمام الامم المتحده، يعني في تصويت الجمعيه العامه للامم المتحده اكثر من مره على قرارات ضد مثلا يعني قرار نقل السفاره من تل ابيب الى القدس، الجمعيه العامه اجتهدت في قرار الدعم يعني بطلان شرعيه الجدران العازله. كل هذا كان التحرك المصري الفاعل على الساحه الدوليه، انطلاقا من يعني مسؤوليه مصر تجاه اشقائها العرب، وبمناسبه الدعم المصري للقضيه العربيه نتحدث دائما عن خصوصيه العلاقات المصريه او العلاقات العربيه مع الامارات، مع المملكه العربيه السعوديه. يعني الرئيس السيسي دائما يؤكد على ان هي علاقات اشقاء، هي علاقات عضويه كالجسد الواحد، دائما مصالح مشتركه صحيح. لان هذا التعاون العربي هو الذي يمكن الدول العربيه في تحقيق التعاون والتنميه. هذه دول قلب الصلب، مصر، السعوديه، الامارات، يتمثل اهميه كبيره حتى في تجربه الحكومات. الامارات نشيد بتجربتها الذكيه في هذا الامر. وبالتالي هذا التحرك المصري الفاعل في الدائرة العربية والدائرة الخارجية وكل صحيح. الدوائر هو بيعكس فعالية وحيوية ونزاهة ورشادة السياسة المصرية. يعني علماء السياسة يقولون أن إذا كانت السياسة هي العربة فالاقتصاد هو الحصان الذي يجر هذه العربة. مش فاكر المقولة بالضبط، ولكن ما نقدرش يعني ما نربطش ده بده، ما نقدرش ما نقولش ان ما يحدث في القمه العالميه للحكومات هو بعيد عن الموقف المصري اللي كان واضح جدا في قمه القدس وكلمه الرئيس السيسي في هذه القمه، الكلمه الهامه اللي اكد فيها موقف مصر الثابت من القضيه الفلسطينيه. القمه العالميه للحكومات النهارده اللي بتنطلق اعمالها في دبي بحضور مشاركه واسعه جدا من عدد كبير من حكومات العالم، عنوانها الرئيسي هو حوكمه الحكومات الذكيه او إضافة الطابع الذكي لهذه الحكومات. ربما مصر هي ضيف قمة هذه الشرف، وإحنا بننتظر على مدار اليوم كلمات مختلفة من كافة الوفود المشاركة، طبعا على رأسها كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيعتبر ضيف في شرف لهذه القمة بأكبر وفد مصري مشارك في القمة العالمية للحكومات. استعرضنا ملامح هذه القمة، ما سيحدث هذا اليوم، لماذا تشارك مصر في القمة العالمية للحكومات، كيف تستفيد مصر من هذه القمة تكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا. كان بصحبتنا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن العربي في مركز دراسات الأهرام. جزيل الشكر لك يا فندم، شكرا، نورتنا، وشكرا جدا على حسن التحليل وحسن
هذه المعلومات كلها. شكرا جمانة وشكرا مصطفى وصباح الخير عليك. شكرا. نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم عن هذه القمة العالمية الحكومية بدبي، ومصر هتكون ضيف شرف هذه القمة. القناة الأولى هكون مع حضراتكم في تغطية مستمرة لهذه القمة على مدار اليوم. أما الآن نخرج لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. صباح الخير يا مصر، استنونا. صباح عليكم مرة تانية، والنهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للإذاعة بعدما أقره اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة في كل الأوطان. كلنا عارفين أن مصر من أوائل الدول اللي اهتمت بدور الإذاعة. أجيال كتير جدا لها ذكريات مع برامج الإذاعة المصرية اللي بقت جزء من وجداننا وذاكرتنا وتاريخنا. علشان كده كان لازم نحتفل النهاردة بهذا اليوم مع واحدة من أهم الإذاعيات المصريات، مع إذاعية اتربينا على برامجها الدينية في إذاعة القرآن الكريم. منورانا النهاردة في استوديو صباح الخير الإذاعية المصرية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، وليها عدد كبير جدا من الإسهامات والبرامج المهمة جدا 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 في إذاعتنا المشهورة إذاعة القرآن الكريم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وأهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وشرف لينا أنك نورانا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. ألف الشكر، ألف الشكر. في البداية يا فندم حابة يعني أعرف من حضرتك، شايفة قوة تأثير الإذاعة وأهميتها بالنسبة لينا إحنا كمصريين، شايفاها إزاي إن كان في وقت اللي حضرتك عاصرتي فيه ودلوقتي، إيه الفرق؟ لا يعني هي الإذاعة ما زالت أنها هي برضو مسيطرة على أي شيء آخر، لأن أنت عارفة طبعا الإذاعة بتمتاز عن أي وسيلة من الوسائل الأخرى بأنها بتغذي العقل، الوجدان، الخيال، بتسري الخيال، كل واحد بيتصورها زي ما هو عايز، بتبقى صديقة لكل إنسان في شغله، في العربية، في بيته. صحيح. غير أي وسيلة من الوسائل الأخرى أن أنت بتبقي عايزة أن أنت يعني تركزي معاه، لكن الإذاعة ممكن أن أنت تاخدي منها المعلومة سريعة جدا وأنت بتعملي كل حاجة في بيتك في شغلك. فطبعا الإذاعة ما زالت إن هي إن شاء الله مستمرة وحتستمر، هي المصدر الأساسي للمعلومات والثقافة. كلمة الريادة المصرية يا دكتورة هاجر جزء كبير جدا منها إذاعي. أيوه. يعني من سنة 34 منذ إنشاء أول إذاعة، إذاعة ماركوني، إذاعة حكومية مصرية، حتى الآن شاركت مصر عبر تاريخها في تشكيل الوجدان العربي، مش وجداننا بس، بالضبط، بالإذاعة. أي. نذكر أهم المحطات اللي حضرتك تذكريه يعني. لا يعني مثلا نذكر في الحروب مثلا الإذاعة كان لها دور يعني مؤثر جدا جدا في وجدان المجتمع، سواء يعني من بدايات الحروب كلها، سواء 48، سواء 56، 73، كل ده كان له تأثير جامد جدا لدى المستمع، ما فيش شك يعني. كمان ان هي زي ما بنقول ان هي بتربي اجيال، وانها مؤثرها تأثير فعال جدا جدا لدى عقل المستمع، ما فيش شك يعني ان هي بتشكل وجدانه وعقله. وكل ما بتجي ثقافة في الإذاعة كل ما بيكون يرتقي المستمع. يعني هنا دمشق، هنا القاهرة من دمشق، أو المواقف الخاصة بالإذاعي أحمد سعيد، طبعا، أو بصوت أهم المؤثرين فهمي عمر أبلة فضل، يعني أنا بتكلم في تاريخ العالم العربي مش في تاريخ مصر بس. طبعا يعني مثلا كانوا من المؤسسين الاستاذ محمد فتحي، احمد سالم، الاستاذ علي خليل،
كل دول طبعا كان لهم تأثير قوي جدا جدا لدى المستمع، الأستاذ سعد لبيب، الأستاذة تمادر توفيق، مدام صفية المهندس، مدام سمية صادق، أبلة فضيلة، كل دول لهم تأثير وأكيد شكلوا وجدان يعني المجتمع ككل، مش المجتمع المصري فعلا ولكن المجتمع العربي عامة. يعني كل مثلا بتبص تلاقي أحمد سعيد كان يعني لما كان بصوته الرائع ده كان طبعا كان مؤثر في كل الدول العربية. صحيح. وبرامجه السياسية كانت مؤثرة جدا في الكلام اللي هو بيقوله. طيب دكتور هاجر، بما ان حضرتك موجودة معنا النهاردة، حضرتك صوت إذاعي مميز جدا ويمكن ملايين المصريين ارتبطوا بصوت حضرتك جدا. فخليني يعني استغل فرصة وجودك معنا النهاردة ونعرف السادة المشاهدين المعايير الحقيقية لمذيع الراديو. عايز اعرف من حضرتك بداياتك كانت ازاي، اول ما ابتديتي تدخلي الاذاعه كانت عامله ازاي، مشوارك نعرفه للساده المشاهدين والاجيال الجديده كمان اللي بيسمعوا اسم حضرتك وعارفين صوت حضرتك بس عايزين نعرفهم القصه اكتر. انا الحقيقه اول ما اشتغلت كان رئيسي في الوقت ده الاستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف الله يرحمه، هو اللي كان ماسك البرامج الدينيه، اشرفت على احاديث الصباح واحاديث السهره، وبعدين كان اول برنامج قدمته كان برنامج دنيا والدين. وكان يعني بجيب ايه قرانيه وبفسرها تفسير، مش بفسرها يعني بوضح الدلالات العلميه اللي موجوده فيها من خلال استاذ علوم. والحقيقه لقى برنامج ده يعني مردود كويس جدا للمستمع، فكانت مدام ساميه صادق خلته طول السنه مش في رمضان بس. بعدين توالت بقى البرامج، كان رأي الدين قعدت اقدمه حوالي 30 سنه تقريبا، وكان بنرد فيه على اسئله المستمعين، وطبعا كانت الاسئله زمان كلها بالجوابات ما كانش في اي وسيله ثانيه طبعا غير الجوابات، فكنا طبعا بنفتح كل الجوابات وكل جواب كنا لازم نبص فيه. مين بقى اللي كان بيفتح الجوابات؟ السكرتاريه، كان في ناس في السكرتاريه مخصوصا ان هم بيفتحوا الجوابات، وكنا بقى بنصنفها مثلا المواريث جوابات لوحدها، الاسره وهكذا، يعني كل حاجه كانت بتصنف وكنا بنجاوب على كل الاسئله. قعدت في البرنامج العام حوالي 30 سنة، وبعدين انتقلت في إذاعة القرآن الكريم، كنت مدير عام الأسرة، وبعدين بعد كده كان من أهم البرامج اللي أنا قدمتها وهو كان أفندم براعم الإيمان؟ لا، فقه المرأة. فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان ده يعني كان لان خبرتي في رأي الدين كان بيجي لي اسئله كتير جدا من المستمعات، وكنت خايفه ان هم يلجأوا الى يعني انصاف المتعلمين عشان ياخدوا المعلومه، فقدمت لهم بقى فقه المرأة في رمضان، فكان ظريف جدا. وبرده لنجاحه الدكتور عبد الصمد دسوقي اللي هو كان رئيس الشبكه في الوقت ده خلاه طول السنه. يعني يمكن دي من أهم البرامج اللي أنا قدمتها. برضو حبيت أقول إن الآراء الفقهية ممكن تتغير بتغير الزمن وتغير الأماكن، فعملت برنامج أعلام خفاقة في سماء الفقه الإسلامي، خدت فيها تاريخ وسيرة الفقهاء وازاي أثروا الحياة الفقهية يعني بفكرهم وثقافتهم وآرائهم، ممكن انها تكون متغيرة لكن ليست متغيرة من الثوابت ولكن متغيرة في التطبيقات. طبعا كان من أهم برضو البرامج كنت بعيد برنامج اللي هو ميتينج بوينت، ان كان يعني انت عارفة طبعا في ناس كتير غير ناطقين باللغة العربية سواء هنا أو في الخارج، فكنت عايزة أقدم لهم الإسلام الحقيقي هو إيه، وكان بيقدمه
معايا، انا كنت بعده وكنا بنستضيف متخصصين، والمذيع كان الاستاذ محمد اسلام الله يرحمه، كان مذيع في البرنامج الاوروبي. يعني دي يمكن اهم الحاجات. طبعا احتفالات بذاعه القران اللي هي مرور 14 قرن على دخول الإسلام مصر، وسافرنا دول العالم الإسلامي كله، غطينا التراويح تقريبا من دول العالم كتيرة جدا، فكان أيضا له مردود. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني مردود للمستمع كان يعني سيرة حضرتك الحقيقة غنية وثرية جدا. ده فضل من ربنا والله. هو أهم حاجة عارفة الواحد يتقن العمل ويخلص العمل ويحس إن كل عمل، واتقوا الله يعلمكم الله. صحيح. فتبص تلاقي كل ما الإنسان إن هو بيشتغل بضمير ربنا بيكون معاه. طب تحس إن ربنا فعلا بيوجهه التوجيه الصح. فده الحمد لله يعني كان تقريبا مشواري في الاذاعه. انا عايز اتوقف عند يعني مشاهدات حضرتك على تاثير اذاعه القران الكريم على العالم الاسلامي مش العالم العربي بس. اي مشاهداتك الشخصيه، رؤيتك لجماهير هذه الاذاعه في مشارق الارض ومغاربها، اذكر لنا عدد من المواقف وبالحكايه تتضح الصورة بطبيعة الحال. يعني أنا أتذكر الدكتور أحمد عمر هاشم مرة قال لي، أنا لما كنت في ألمانيا حاضر مؤتمر، قالوا لي في ألمانيا إحنا بنعتبر إذاعة القرآن الكريم هي جامعة الأزهر بالنسبة لنا. صحيح. عشان كده يعني فعلا إحنا كنا حريصين في إذاعة القرآن إن لابد المتخصصين هم اللي نستضيفهم. يعني مثلا في الفقه أستاذ فقه، حتى لو كان برنامج مثلا بيتكلم عن فقه حنفي يفضل ان احنا نجيب أستاذ متخصص في الفقه الحنفي، لانه ايه هيديني اكتر وهيكون مردوده احسن بالنسبة للمستمع. ايضا مثلا احنا خدنا الدرع من إذاعة لبنان لتأثير ايضا إذاعة القرآن الكريم على الإذاعة في لبنان. مثلا لما كنا سافرنا سوريا ونقلنا من المسجد الأموي، كان المسجد الأموي يعني مزدحم بطريقة غريبة جدا جدا لاحتفاله بإذاعة القرآن الكريم. مثلا احنا وصلنا طشقند مثلا نقلنا منها تراويح، فبرضه كان يعني جمهور رهيب كبير. فطبعا هي إذاعة القرآن لها مردود كبير جدا جدا لدى المستمعين في كل أنحاء العالم الحمد لله. يعني وده بفضل الحاجة اللي هي بتقدمها، لأن طبعا الدين دين الفطرة، فأنت بتقدم الدين وكل إنسان محب إن هو يعرف دينه، فبالتالي بيكون في يعني إيه ود ما بينك وما بين إذاعة القرآن. طب كل تأكيد دكتور هاجر، لكن زي ما حضرتك قلتي يعني تقدم الدين من خلال رئاسة حضرتك لإذاعة القرآن الكريم، وأيضا يمكن مشوار طويل جدا في تقديم برامج دينية استمرت لسنين طويلة جدا، ده يعكس مدى صدق هذه البرامج ومدى يمكن دقتها كمان حتى في إيصال المعلومة أو حتى في أيا كان المحتوى اللي حضرتك كنت بتقدميه خلال هذا المشوار. نقطة مهمة جدا يا فندم، وهي آفة مجتمعاتنا العربية الحقيقة حاليا، هي المصادر وتوثيق المصادر والمعلومة الموثقة من أهل المصدر نفسه أو أهل العلم نفسه. حابة أعرف من حضرتك إزاي كنت بتوصلي لهذه المصادر، إزاي كنت بتتحققي من محتوى اللي حضرتك كنت بتقدميه، لأنه زي ما حضرتك قلتي بتقدمي الدين. شوفي، أنا كان باستمرار اجتماع شهري مع العاملين في إذاعة القرآن الكريم عشان نشوف إيه المشاكل بتاعتنا وكده يعني. فكان أهم حاجة إن أنا كنت دايما أقولها لهم لابد إن احنا نستضيف المتخصص. كنت دايما حتى اضرب لهم مثلا، اقول لهم انا لو تعبانه عيني بتوجعني مش هروح لدكتور قلب،
هروح لدكتور عيون والتخصص مثلا في الشبكيه في الجسم الزجاجي، كل حاجه كل ما تكون متخصص دقيق كل ما هتدي المعلومه اكتر. ما كنتش بعترف اطلاقا الا بالمصادر الموثوق بيها. عملت مكتبه في اذاعه القران الكريم وجبت امهات الكتب عشان تبقى في متناول المذيعين ان هم ياخدوا الكتاب ويتوثقوا من كل معلومه هم بيقولوها. فيمكن ده ساعد قوي، وكنا كل سنه بنروح معرض الكتاب نزود المكتبة دي، والحمد لله هي موجودة لغاية دلوقتي وبياخدوا منها المعلومات اللي هم المذيعين بفضل الله يعني. راضية عن الإذاعة المصرية دلوقتي في وقتها الحالي عام 2023؟ يعني أتمنى لها طبعا التوفيق إن شاء الله. أنا بس يعني أحب إن كل إذاعة أو كل شبكة من الشبكات الإذاعية يكون لها سماتها المحددة، لأن أحيانا يعني كنا زمان لما حتى أنت مش شايف أنت بتسمع إيه، لو بتدور المؤشر سمعت صوت تعرف أن ده الشرق الأوسط، سمعت حد تاني تعرف أن ده الصوت العرب، صح، وهكذا. دلوقتي في تباسط شوية في طريقة الإلقاء، في تشابه ما بين الشبكات، يعني مفيش شخصية لكل شبكة. عايزة لكل شبكة ترجع لها شخصيتها المستقلة بذاتها، وتركز كل يعني البرنامج الثقافي يركز أكتر على الثقافة، البرنامج الأوروبي وهكذا، يعني كل واحد زي ما هو أنشئ لابد إن هو يتمسك بما أنشئ له. دكتور هاجر، حضرتك توليتي منصب مدير عام برامج الأسرة والمجتمع الإسلامي في إذاعة القرآن الكريم عام 1995 تقريبا. أيوه. تفتكري إيه أكتر البرامج أو الأشهر وقتها اللي كانت كل الناس مهتمة بيها؟ أنا كنت ما زلت بقدم رأي الجين في البرنامج العام، وبعدين لما رحت إذاعة القرآن استمريت برضو في رأي الدين. رأي الدين كان له مردود كبير جدا، يعني أنا نتيجة برنامج رأي الدين أنا أخذت أول جايزة حصلت عليها كانت من الأمم المتحدة اللي هي جايزة رسول السلام، كانت سنة 96، كانت نتيجة برنامج رأي الدين، ومكتوب في الجائزة لدوري في إسراء ثقافة المرأة العربية مش المصرية بس. فطبعا رأي الدين كان من البرامج المهمة جدا جدا بالنسبة لي، واللي هو يعني عمل لي جمهور عريض انتقل معايا بقى لإذاعة القرآن الكريم الحمد لله سنة 95. وتوالت البرامج، يعني اهتميت قوي بدور المرأة، عملت مثلا نساء ذكرنا في القرآن، عملت مسلمات حول الرسول عشان أبين دور المرأة إزاي كان في بداية الرسالة المحمدية يعني. دكتورة هاجر، يعني وإحنا النهاردة في اليوم العالمي للإذاعة كان سؤالنا اللي وجهناه لجمهورنا، إيه هو البرنامج اللي كنت بتسمعه وانت صغير وبتتذكره وبتتذكر بيه الإذاعة المصرية في اليوم العالمي للإذاعة؟ أنا حابب أتوجه بالسؤال ده لحضرتك. في ناس قالت لنا كلمة وبس الفؤاد المهندس، في ناس قالت لنا إناس جوهر وصوتها الجميل، في ناس قالت لنا أبلة فضيلة، عدد كبير جدا من المشاركات. يعني أنا الحقيقة كان بيعجبني جدا أبلة فضيلة وحديث الأطفال بتاعها، وكان قبليها طبعا بابا شارو، كنا صغيرين طبعا كنا بنسمع بابا شارو، ده يمكن كان فعلا برنامج مؤثر جدا في الواحد فعلا يعني، وكان الواحد بيستفيد منه، وكان يوم الجمعة هي كان بتستضيف شخصية من الشخصيات وكان بتخلي الأطفال يحوروه ويعرفوا بعض المعلومات منه، فكان يعني برنامج مؤثر. وإيه البرنامج اللي خلاك تحب الإذاعة وانت صغيرة؟ يعني حضرتك أكيد دخلت الإذاعة بعد قصة شغف وقصة حب، أكيد ما شاركتيش في الإذاعة. يمكن كان حديث بابا شارو وهو وإحنا صغيرين، وبعدين عموما كانت المعلومة جميلة، وكان بيعجبني قوي حديث الصباح، وكان بيعجبني قوي صوت
الشيخ شلتوت الله يرحمه. الله يرحمه. يعني فعلا صوت مؤثر جدا، والواحد كان نازل المدرسة كده ما كان يسمعه كان بيبقى مؤثر جدا في الواحد. لكن كل البرامج الحقيقة كانت بتاع الإذاعة هادفة ومفيدة والواحد كان بيستفيد منها يعني. صحيح صحيح. في اليوم العالمي للإذاعة بنشكر الإذاعية المصرية الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، صوت الإذاعي المميز اللي كلنا ربما بنسمع برامجها وبنستمتع بصوتها الجميل، وبنتذكره دائما بأنه هو يعني خير رسول لخير إذاعة في الإذاعات المصرية وإذاعة القرآن الكريم. شكرا جزيلا دكتورة هاجر ونورتينا. شكرا لكم وكل سنة وأنتم طيبين ومصرنا بخير يا رب إن شاء الله. نورتينا. شكرا. مشاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك. جمعنا 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. انطلقت القمة العالمية للحكومات بدبي بدولة الإمارات بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية. يتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة. كما يبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وعقب الوصول عقد الزعيمان لقاء بقصر الشاطئ بأبوظبي، حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بأحداث نقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء. وأوضح مدبولي خلال اجتماع لمتابعة خطط التنمية في المحافظة أن التوجيهات الرئاسية تشمل تطوير وتحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين. وأعلن مدبولي بدء أعمال التطوير في مدينة العريش قبل استمرار العمل تباعا في باقي مدن وقرى المحافظة. تتواصل اليوم 7 على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا. وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من 8000 مسعف أجنبي. وبحسب آخر التقارير الرسمية، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن أكثر من 30 ألف وفاة جنوب تركيا وعن أكثر من 5000 في سوريا. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى تنحية السياسة جانبا والاتحاد لدعم الشعب السوري عقب الزلزال المدمر. وأكد بيدرسون أن المنظومة الإنسانية بالأمم المتحدة ستفعل كل ما يمكن للوصول إلى جميع المحتاجين للدعم. وشدد بيدرسون على الحاجة لإتاحة كل سبل الوصول إلى المتضررين بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير مزيد من الموارد.
أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني. وقال متحدث باسم الحلف أن الهجوم طال عدة مواقع في وقت واحد، مشيرا إلى أن الناتو أصبح هدفا لهجوم قراصنة خلال الآونة الأخيرة. أسقط الجيش الأمريكي جسما طائرا فوق بحيرة هاران بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية، وذلك في ظل حالة التأهب القصوى لقوات الأمن في أمريكا الشمالية في مواجهة تهديدات جوية. ومن جانبها أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن إسقاط الجسم وتأثيره اللاحق لم يكن مصدر قلق عام، مشيرة إلى أنه يجرى تحليل ما حدث. كما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن محققين كنديين يتعقبون حطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلة أمريكية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. اليونيسف نظمت معرض لرسوم الأطفال في المتحف المصري الكبير بعنوان ارسم مستقبلك. المعرض شارك فيه عدد من الأطفال الموهوبين المستفيدين من برنامج حماية الطفل الخاص باليونيسف يا مصطفى. بالفعل، والأطفال دول قدروا من خلال هذه الرسومات ان هم ينتجوا أعمال فنية متميزة جدا بتعبر عنهم وتعبر عن شخصيتهم. خلينا نشوف. بمجرد دخولك المتحف المصري الكبير مش بس هتكون منبهر ومندهش بالحضارة المصرية اللي موجودة داخل المتحف، لكن كمان في جزء مهم جدا جوه المتحف وهو أرت كايرو. أرت كايرو بيعرض كل الفنون التشكيلية والرسومات المختلفة اللي تقدر الشباب والأطفال ومش بس كده يقدروا ان هم يعرضوها داخل أرت كايرو، لكن كمان فنانين من كل حتة في العالم، من العرب، من الأجانب، من المصريين، هنلاقي من دبي، هنلاقي من مثلا اليونان، هنلاقي من القاهرة، هنلاقي كمان منظمات موجودة داخل أرت كايرو. على سبيل المثال اليونيسيف. اليونيسيف هي المنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اللي هي بتشارك في معرض أرت كايرو علشان يعرضوا مواهب الأطفال. الهدف الأساسي من المنظمة إن هي تحافظ على الأطفال وإن هي تساعدهم إن هم يعدوا الحاجات الصعبة اللي بيواجهوها في حياتهم، لكن كمان جزء من إن مساعدتهم إن هي يطلعوا مواهبهم. مواهبهم دي ممكن تبقى في حاجات مختلفة كتير جدا، ولكن جزء منها هو الرسم. عشان كده قرروا ان هم ياخدوا الاطفال من اماكن مختلفه وان هم يساعدوهم ان هم يطوروا موهبتهم في الرسم. مش بس كده، كمان يعرضوا موهبتهم دي في معارض مختلفه زي ارت كايرو. الحقيقه ان احنا النهارده كنا داخل هنا ارت كايرو، داخل اليونيسيف تحديدا الديبارت بتاع اليونيسيف، وشفنا قد ايه الاطفال منبهرين وقد ايه فخورين كمان الحقيقه برسوماتهم وحاجاتهم اللي كل الناس من كل حته في العالم الحقيقه جم هنا المتحف المصري الكبير وجم المعرض، وكمان كانوا مبهورين جدا باداء الاطفال. اطفال صغيرين جدا، بدايه يمكن من 7-8 سنين، وانت طالع الاطفال شاركوا بمواهبهم ورسوماتهم المختلفه واشكالهم المختلفه، وكلهم بيعبروا عن اللي جواهم برسوماتهم. تعالوا نشوف دلوقتي ايه الفكره اساسا من اليونيسيف، وايه الفكره من المعرض داخل ارت كايرو، وكمان شعور الاطفال واحساسهم بحاجتهم وهي بتتعرض للناس، وكمان في جزء منها بتباع. يلا بينا. انا بصراحه يعني من وانا صغيره وانا بشوف ناس بترسم فانا حبيت الفكره جدا، فانا لما كبرت يعني شفت رسومات كتير فانا حاولت ان انا ارسمها كذا مره، ويعني مره على مره نجحت الحمد لله. انا كان عندي مواهب كتيره وكان لازم اكتشفها وارسمها، يعني انا ببقى عايزه اعبر عن حاجات كتيره جوايا وبعبرها، واول ما بدات ان انا ارسم الميسات والكابتن والمسترات شجعوني وما كنتش بعرف امسك الفرشه وبياخدوا رايي، وبقت يعني بقت برسم حلو كتير وبيتعرض، وتاني مره رسوماتي تتعرض. هو انا الاول كنت بروح مركز عجبني فكنت برسم، كنت شطوره قوي، مره مع مره ابتديت أتحسن
وبقت رسوماتي جميلة جدا وكل الناس فرح. أنا هنا لوحاتي محطوطة ومبسوط جدا إن هي معروضة ونزلت تتفرج عليها مبهورة. يعني كل لوحة ماليش ستايل معين، يعني مثلا بحب الحيوانات وبحب الطبيعة وبحب اللي هو الشغل القديم أو اللي هو أفريقيا والديزاين القديم اللي هو مثلا اللي هو البيوت اللي هي الواقعة والفلاحين، بحب الحاجات دي. يعني بتاعت المراكب اللي هي الطبيعة كذا مركبة جنب بعض طبيعة كده وبتدل على الجو فيها مختلف، والستايل الخشب مش اللي هو الحديث اللي هو قديم، والأرض مش اللي هي الرملة والألوان الزلط، لا اللي هي الزلط العادي اللي هو من قاع البحر اللي هو الصدف والحاجات دي. بس ده اللي هو كان في دماغي. أنا اللي شجعني عامة والشكر كله للمدرسين بتوعي وكابتن رياض وماما سماح، برضو كانوا بيتشجعوني ان انا ارسم وكده، وانا يعني كل ما كنت زعلان او فرحان او يعني يائس او في حاجه جوايا او عايز اعمل اي حاجه برسم. هو ده جزء من برنامج حماية الطفل في يونيسف مع الجمعية الشريكة ليونيسف حماية الأطفال، الجمعية المصرية لبناء المجتمع، اللي هي بتقدم خدمات مختلفة للأطفال المعرضين للخطر أو أي مواقف صعبة. جزء من الخدمات دي هو برنامج العلاج بالفن، فاحنا النهاردة اتعاوننا مع معرض فن القاهرة أرت كايرو علشان نعرض نتاج برنامج العلاج بالفن، لأن طبعا الأطفال طلعوا لوحات هايلة زي ما حضراتكم شايفين، فاحنا كنا حابين إن الشغل ده يطلع للنور وإن الأطفال يعني ياخدوا الريكوجنيشن يعني اللي يستاهلوها على الشغل اللي هم عملوه. الحقيقة احنا بنستخدم العلاج بالفن كأداة تعبيرية يقدروا الأطفال يعبروا عن اللي جواهم ويقدروا يتكلموا على المشكلات اللي هم بيقابلوها في صورة رسمة، يعني كل لون وكل خط وكل شخصية جوه الرسمة دي بيبقى وراها حكاية. دورنا اللي احنا بنحلل ده وبنقدر نوصل للحاجات اللي بتبقى مضايقة الأطفال. طبعا بيبقى أسهل كتير من الوسائل اللفظية اللي الطفل بيبقى بيدور على مصطلحات وأحيانا ما بيلاقيش مصطلح مناسب يقدر يعبر بيه عن نفسه. لما بنستخدم الأسلوب دوت بنلاقي أطفال موهوبين بالفعل، فبنساعدهم إن هم يكملوا في الموهبة دي، لأن ده بيساعد في تعزيز ثقتهم في نفسهم كمان. النهاردة معنا في المعرض 130 لوحة و30 مشارك في المعرض النهاردة أقل من 18 سنة ولاد وبنات. حلوة جدا جدا، وأنا انبهرت بصراحة. يعني أنا كنت جاية وعارفة أن أنا أشوف لوحة حلوة، يعني كنت سامعة، بس لما جيت انبهرت بصراحة باللوح اللي عاملينها الأطفال، حقيقي جميلة، فيها ألوان، فيها تفاصيل، فيها يعني فيها فن وفيها تعبير عن النفس حلو قوي قوي. يعني لو انت شايف ان طفل عندك بيحب حاجة معينة في الفن ونميتها فيه، وبالذات يعني لو رسم او غنى او تمثيل او اي حاجة، انا بشوف ان الفن ليه كذا فايدة، يعني مش بس ان هو حاجة بترفه عننا وكده، لا هو كمان بيعالج، هو بيطلعك من اي حاجة، بيخليك تعبر عن نفسك، لو مبسوط لو متضايق من خلال الفن هو هيعرف يخلي الناس تشوف انت حاسس بايه. بلا شك ان هذا المعرض سيمثل اضافة وفتح لنا افاق كثيرة، وجدنا سعادة لا توصف لدى الاطفال. ان كان للمرء هواية فلن يكون اجمل من وجود هواية الرسم عند الطفل. الطفل يحمل الريشة فهو يحمل رسالة سلام. كثير من الأطفال تفاجؤوا بالحضور، كما تشاهد هذا القسم هو الأكثر ازدحاما، لم نتوقع كل هذا الحضور. تجربة جديدة وجميلة، سنستمر إن شاء الله بدعم برامجنا التي تهدف إلى تنمية الأطفال ورفع مداركهم ومستوى معرفتهم. وما زال احتفالنا مع حضراتكم باليوم العالمي للإذاعة مستمر، ودلوقتي هنرحب واحد من عمالقة وأعمدة الإذاعة المصرية، الأستاذ الكبير فهمي عمر الموجود دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير وعلى حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا 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 جاكي جوبانا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ فهمي، ورحلة طويلة جدا مع الإذاعة المصرية، يمكن 50 سنة من العطاء الإذاعي. الرحلة دي كان لها بالتأكيد شغف، وكان لها حب في البداية، وكان لها بدايات.
أنا عايز أسأل حضرتك إزاي دخلت الإذاعة وإزاي كان الشغف في البداية، أعجبت بمين إذاعيا علشان تشتغل مذيع وبعد كده اسمك يبقى من أهم أسماء الإذاعة المصرية؟ تاريخ طويل يا مصطفى حبيبي، بترجعني بقى سنوات بعيدة إلى الخلف. يعني أنا الإذاعة دي لما أدخلها كده يعني عامدة متعمدة، ولكنها جاءت بالصدفة البحتة. أي يعني الصدفة هي التي يعني أدخلتني الإذاعة. يعني كان في إعلان عايزين مذيعين، وأنا تقدمت يعني على أساس اللي أنا يعني، وقد كان إرادة الله فوق الشك والتهم كما يقولون. فكان يعني العمل الإذاعي الذي بدأ في أوائل خمسينيات القرن الماضي، ولله الحمد عاقرت الإذاعة هذه السنوات الطويلة، وكانت سنوات أعتقد أنها يعني كان لها تأثير إيجابي كبير جدا في حياتي وفي شخصيتي. أشكر الله على أن هداني إلى هذا الطريق، أصبحت واحدا من أبناء الإذاعة المصرية. وأنا يعني في هذا الخصوص هقول كلمة كده قصيرة في حق الإذاعة عامة والإذاعة المصرية خاصة، وأبدأها بالتحية والسلام وصباح الخير جمانة، صباح الخير مصطفى. يا سلام. أقول تحية عطرة للإذاعة في عيدها العالمي، تحية تبجيل للإذاعة عامة، حيث هي الفضاءات الواسعة من ألوان الفنون والثقافة والسياسة والحياة الاجتماعية والرياضية. تحية وتهنئة لهذا الجهاز الإعلامي في عيده، خاصة إذاعتنا الحبيبة هنا القاهرة، الجهاز الذي ينشر الجمال بما يقدمه من فنون إذاعية دون إسفاف أو ابتذال. وأقولها كلمة قاطعة، الإذاعة المصرية بلا شك تخرج برامجها وأخبارها وكلماتها عبر ميكروفونها كلمات أنيقة، برامجها وأغانيها تثري الوجدان، تقوم بمسؤوليتها التي اطلعت بها منذ النشأة، وهي أن تقدم ثقافة ترفه وترفيه يثقف. وأضيف أيضا أن إذاعتنا الحبيبة تعتبر كتيبة صد لأي كلمة مسفة أو نغمة نشاز أو أسلوب جارح. إذاعتنا الحبيبة، وأقولها في عيد الإذاعة العالمي، أنك جامعة أثيرية تنشرين العلم والثقافة وتتفقين نهرا فياضا بالعطاء الأدبي والفني. فأنت ينطبق عليك القول خير أنيس في الزمان الإذاعة. كل التحية والتقدير، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب يعني بما أني يعني واحدة من معجبين حضرتك ومتابعة جيدة لسيرة حضرتك، فأنا عارفة أنه كان يعني في مخيلتك أن أنت تكون طبيب أو قاضي، ولكن زي ما حضرتك قلت الصدفة أدخلتك مجال الإذاعة. لكن بالطبع كان في معايير متواجدة في حضرتك عشان تكون مذيع إذاعي وأن تصل إلى هذا الحجم وأن تكون واحد من أهم مذيعين الإذاعة، وخاصة في هذا التوقيت يا فندم كان مذيع الإذاعة كان يجب أن يكون في كامل هيئته حتى لو من وراء الميكروفون. ومن أهم المعايير التي يجب أن تتوفر في المذيع أن يحب عمله، وإحنا والله الحمد كنا نحب هذا العمل ونقدسه ونحترمه، وبالتالي أعطانا هذا العمل ما تقولين عنه من ثقة في النفس ومن لمعان ونجومية إلى آخره إلى آخره. حب العمل وتقديسه هو الطريق إلى النجومية والطريق إلى المعرفة والطريق إلى يعني قاعدة كبيرة من الحب بين الناس وبين الأصدقاء. أستاذ فهمي، يعني ارتبط اسم حضرتك بثورة 23 يوليو وجمعتك ارتبط اسم حضرتك بثورة 23 يوليو. ده كان يعني من حظي، وكان من تصاريف القدر الجميل بالنسبة لي، لأن تكون يعني وردية الصباح يوم 23 يوليو سنة 1952 من نصيبي. فأنا يعني لم أخطط لهذا، ولكن القدر هو الذي خطط لهذا الأمر.
يعني وقد كان قصة معروفة مصطفى حبيب، يعني مش عايز أكررها كتير يعني. صحيح. يعني حاجة معروفة أن يوم 23 يونيو سنة 52 كنت أنا المذيع المنوب في فترة الصباح من البرامج، ما كانش الإذاعة زي دلوقتي كده تبث على مدى 24 ساعة. أي. كانت على فترات، في فترة الصباح، فترة الضحى، فترة ما بعد الظهر، فترة المساء، فترة السهرة. وعلى هذا الأساس دخل عليك الرئيس السادات وألقى بيان الثورة. أنا دخل، أنا رحت لقيته، ما هو ما دخلش علي، أنا رحت لقيته. وكان الكلام ده في مبنى الشريفين، ما كان عند البورصة، ما كانش في الإيه؟ لا ما كان في شارع جنبكم في منطقة الشريفين اسمه شارع علوي، حيث صحيح. كانت استوديوهات الإذاعة التي يحتل مكانها الآن مبنى البنك الأهلي. صحيح. فهذا هو المكان الذي كانت تبث منه برامج الإذاعة المصرية، حيث كانت استوديوهات. عندما توجهت في الصباح الباكر في ذاك اليوم كانت القوات المسلحة موجودة برجالها وأبطالها تحيط بالمبنى، وكان اللقاء يعني. واستمرت علاقتك بالرئيس السادات بعد ذلك يا فندم؟ والله يعني ظروف العمل برضو اقتضت اللي أنا في مناسبات كثيرة كنت يعني ألتقي به، كان الرجل يعني رحمة الله عليه يحييني قائلا هذا هو المذيع الصعيدي الذي فتح لي أبواب الميكروفون يوم 23 يوليو. أيوه. طيب أستاذ فهمي، أنا عارفة كمان حضرتك يعني بتحب الرياضة بشكل كبير جدا، سر حبك للتعليق الرياضي إيه؟ نعم؟ سر حب حضرتك للتعليق الرياضي؟ لأنه يعني طبعا الرياضة بطبيعتها شيء اجتماعي، الناس تقبل عليه وتسعد به وتسعى إليه، فيعني التعليق الرياضي يعني الحمد لله ولد زي ما أقول يعني ولد محبوبا من الجماهير، لأن الجماهير بتتعطش لمعرفة النتائج. ما كانتش بقى نكون الإعلام على هذه الصورة من الشمولية والاتساع، بل كانت يعني الناس تتلهف على معرفة النتائج مثلا في بورسعيد وفي الإسماعيلية وفي الإسكندرية، ولم تكن وسائل الاتصال الموجودة حاليا متاحة انك تتكلمي في التليفون فورا فتعرف النتيجة. فكان الجميع ينتظر هذا الموعد التعليق الساعة 7:05 المساء يوم كل يوم يعني تقام فيه المباريات. ومن الله عليه سبحانه وتعالى بفضله وهداني الى هذا التعليق فقدمناه، فكانت له جماهيريه كبيره الحمد لله، الناس كلها عايزه تعرف نتيجه الاهلي في المصري مثلا في بورسعيد، او نتيجه الزمالك في الاسماعيليه، او الاتحاد مع الاولمبي. ومن هنا كان الاقبال على هذا البرنامج يعني، وهو بطبيعته كان يعني برنامج جماهيري، الناس تقبل عليه كده يعني، سواء كان بيقدمه فهمي عمر او بتقدمه لجمانة. لا طبعا يا فندم مفيش مقارنه، ازاي العفو. صباح الخير عليكم يا اولاد، وارجو لكم التوفيق. ربنا يخليك يا استاذ، عشان تبقوا نجوم حبوا الاذاعه يعني، يعني ذوبوا طربا وحبا في الميكروفون، كل ما حبيتوا الميكروفون وخدمتوه كلما اعطاكم الميكروفون نجوميه وسعاده ورفاهيه في الحياه. صحيح. طيب طبعا. استاذ فهمي انا يعني عايز اسال حضرتك تقييمك دلوقتي ورؤيتك بصفتك اذاعي كبير للاذاعه المصريه بشكل عام بشبكاتها. ايوه انا عارف، انا عارف انت عايزوني. ايوه يعني انا كل ما ارجو ان تمتد اليد الكريمه يعني لتقدم للاذاعه ما تستحقه. ايوه. من عطاء يؤدي بها الى تقديم برامجها الشائقه والشيقه التي كانت تقدمها على مدى زمانها. اريد ان اسمع مسلسلات جديده، اريد ان اسمع حفلات غنائيه جديده، اريد الميكروفون ايضا ان يتنقل في انحاء مصر يكتشف المواهب ويقدم كل صاحب يعني اعضاء فني او ثقافي او ادبي، وأن تقوم الإذاعة يعني برحلات إلى مختلف أنحاء الجمهورية، تقيم الحفلات بتاعتها وتلتقي بالمسؤولين، تستمع إلى شكوى الناس وتجد الحلول لهذه الشكاوى. هذا هو الدور الذي يجب أن تطلع به الإذاعة، ولن تقوم بدور هذا الإذاعة إلا إذا كان لها يعني يد بيضاء تمتد إليها لتأخذ بها وتعيدها إلى سيرتها الأولى. وهذا ما أرجوه وأدعو الله أن يتحقق في القريب العاجل بإذن الله. طبعا يعني الإذاعة الكبير فهمي عمر، يعني وحضرتك تتحدث عن الإذاعة بهذا الشغف حتى الآن، ذكرياتك مع الإذاعة إيه؟ أكتر موقف تتذكره حتى الآن؟ نعم حكيت إيه؟ أكتر موقف حضرتك تتذكره حتى الآن؟
هو في موقف يوم 23 يوليو؟ طبعا طبعا، لو هنقول بجانب هذا الموقف. تحياتي لك يا مصطفى، تحياتي لك يا جمانة، وارجو لكم كل التوفيق يا اولادي. نشكرك يا فندم جزيل، الشكر كل سنه بحضرتك. طيب يا فندم، ربنا يديك الصحه. شكرا شكرا جزيلا للاذاعي القدير الكبير استاذنا الكبير فهمي عمر، يعني شرف كبير جدا والله ان احنا نلتقي بحضرتك على الهواء مشاركة. نفسنا تنورنا في الاستوديو النهارده اليوم العالمي للاذاعه. ربما يا جماعه التقينا بالدكتوره هاجر سعد الدين استاذتنا، طبعا كلنا الصوت طبعاً الاذاعي الجميل في اذاعه القران الكريم، استاذنا الكبير فهمي عمر، التاريخ الطويل العريض اللي يعني يكفي ان هو كان المذيع وقت ثوره 23 يوليو، مواقف كبيره جدا يعني كانت فيها الاذاعه المصريه حاضره بتاريخها وبمواقفها عبر فصول ممتدة من تاريخ المنطقة العربية كلها. صحيح، بمناسبة احتفالنا باليوم العالمي للإذاعة فكر حضراتكم بسؤال الحلقة مرة تانية، إيه أكتر البرامج أو إيه أكتر ذكرياتكم مع الإذاعة المصرية وأكتر البرامج اللي أنتوا حبيتوها؟ هنروح ل تحيا، يعني حساب باسم تحيا مصر بيقول صباح الورد على احلى مذيعين الاستاذ جمانة واحلى عريس الاستاذ مصطفى، الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك كتر خيرك. عريس جديد. بيقول انا احلى ذكرياتي مع برنامج اخبار خفيفه همسه عتاب، وخصوصا لما اسمع ان المشكله من محافظه الفيوم ببقى سعيده قوي لما اسمع اسم الفيوم، وخصوصا اني سابلغ هذا العام 60 عاما. ربنا يديكي طولة العمر، ويعني الحقيقه برامج يعني الناس كلها مجمعه على نفس البرامج تقريبا يا مصطفى. بالظبط، انا شايف كلمتين وبس، شايف ابلة فضيله في توب فان هنا عندنا عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير على اجمل المذيعين، اجمل ذكريات الاذاعه في رمضان كانت مع فوازير امل فهمي، كانت مع كلمتين وبس فؤاد المهندس، كانت مع ابلة فضيله، كانت مع الى ربات البيوت، كانت مع انت تسال والكمبيوتر يجيب، حاجات جميله كتيره. بصبح على امي واختي وزوجها وربنا يحفظهم ليا جميعا. شكرا ليك يا استاذه عبير، وشكرا جدا لذكرياتك العظيمه دي. في كمان طارق ساير بيقول اول برنامج زمان كان الاذاعي الكبير فهمي عمر، كان بيعلق على مباريات كره القدم ونشره اخبار السابعه، صباحا على برنامج العام والشيخ محمد رفعت على القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم، برنامج إلى ربات البيوت، أخبار خفيفة كلمتين وبس، على الشرق الأوسط، تسالي وعمو حسن، صوت العرب، برنامج كلنا عرب. كمان أهم شيء في رمضان كان المسحراتي بصوت سيد مكاوي. الله عليك. وليد غالب بيقول برنامج كتاب عربي علم العالم، ده كان برنامج مهم جدا يا جماعة، كان من روائع الإذاعة المصرية، وبرنامج قال الفيلسوف، وبيذكر طبعا الإذاعية الفريدة إناس جوهر. شكرا لك يا أستاذ وليد على ذكرياتك العظيمة وحيك لثقافتك العريضة. في كمان محمد سميح بيقول صباح الخير، صباح الخير على حضرتك، بيقول في المقدمة إذاعة القرآن الكريم قرآن السهرة ومن تسجيلتنا الخارجية والبرنامج العام، شاهد على العصر وقال الفيلسوف وهمسة عتاب، زيارة لمكتبة فلان. الله، يعني هايل. دي ناس يعني لا تنسى. سهر محمد بتقول صباح الخير عليكم، من الحاجات اللي ما بنساهاش صوت الشيخ الحصري في الصباح، وإلى ربات البيوت، وأبلة فضيلة، وغواص في بحر النغم للراحل عمار الشريعي الله عليك، كلمتين وبس لفؤاد المهندس، وابتهالات النقشبندي في رمضان، وألف ليلة وليلة اللي كانت بتسرح بخيالنا لعالم تاني. بشكرك جدا يا أستاذة سحر. في نصر عبد العال سيد بيقول استمعت إلى كل حلقات زيارة لمكتبة فلان للقديرة نادية صالح. انا عايز اقول لك انها موجوده لغايه دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحتل يعني اهتمام كبير جدا ورصيد كبير جدا من كل المثقفين في العالم العربي كله، بالذات برنامج الى زياره الى مكتبه فلان. صباح الفل جمعه الفخراني، صباح الفل عليكم، اجمل برنامج كان برنامج تسالي للاذاعيه القديره ايناس جوهر، وكانت من اجمل الاذاعيات المصريه. فعلا طبعا ايناس جوهر يعني حد يقدر يساعد على الصوت، صوت لا ينسى طبعا، الصوت الذهبي يعني الجميل. كمان في ناس كتير الحقيقه مصطفى بتبارك لك على الزواج، فالف مبروك، ونتمنى لك حياه جميع سعيده ان شاء الله. ربنا يبارك لكم. اشكركم على اي حال مشاهدينا، نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير. صباح الفل عليكم.
أمراض القلب في الحقيقة هي واحدة من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة المفاجئة حول العالم، بيسموها سايلنت كيلر أو القاتل الصامت. علشان كده تم إطلاق مبادرة جديدة اسمها قلبك أمانة. هذه المبادرة خصصت لاكتشاف المبكر لكافة أمراض القلب. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر على أهمية هذه المبادرة، إزاي نقدم فيها، إزاي الواحد يكشف على قلبه مبكرا، بصحبتنا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور عوض. ازيك يا استاذ مصطفى؟ صباح الخير استاذه جمانه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طيب هو طبعا القلب يعني عضو مهم جدا، انما طبعا كل الجسم، كل اعضاء الجسم اعضاء مهمه جدا، فلكن النهارده احنا بنتكلم على القلب كامانه او ازاي نكتشف مبكر. وهي دي النقطه يا فندم، فكره الكشف المبكر عن امراض القلب. يمكن احنا بالنسبه لنا مش حاجه احنا متعارفه يعني عندنا بالنسبه لنا في المجتمع المصري. ايوه فندم. اهميه يا فندم هذه المبادره. طب تعليقا على كلمه حضرتك بتاعك مش متعارف عنها، هي حضرتك احنا بعد ما تخلصنا في مصر من امراض كثيره جدا مزمنه كان بتؤثر على حياة وصحة الإنسان المصري، وطبعا أشهرها القضاء على فيروس سي، ملايين من المصريين كان بيحصلهم تداعيات من هذا. بدأنا نتجه دلوقتي إلى التركيز بشدة، وده برضو كان موجود في حاجات كتير جدا. خلي بالك يا أستاذ جمانة، اللقاحات والتطعيمات الإجبارية التي تعطى للأطفال والكبار هي جزء من الوقاية. يعني قصة ازاي نهتم بالوقاية التي تغني عن العلاج، انا مش هقول خير من العلاج. فالنهاردة سيادتك القلب الحقيقة يعني مثلا مبادرة 100 مليون صحة عندما اتجهت الى كشف عن كثير من الامراض مثل الضغط والسكر والاورام المبكرة، كل دي تداعيات بتؤثر على القلب. صحيح زي ما الاستاذ مصطفى قال، القلب لو حصل سكتة قلبية أو توقف مفاجئ للقلب، لكن ما هو ده كمان بيحصل نتيجة لأمراض أخرى. فالنهاردة احنا بنكتشف عن القلب مبكرا والأسباب التي قد تؤدي إلى أمراض القلب. يعني ارتفاع ضغط القلب ضغط الدم المستمر بدون علاج أو بدون إنسان ما يعرفش، هو أيضا يؤدي إلى تداعيات على القلب. السكر نفس الشيء، الضغط والسكر وامراض القلب تؤدي الى مشاكل في الكلى. فالنهارده احنا بناخد مجموعه من المبادرات التي تؤدي الى الاكتشاف المبكر لكثير من الامراض التي تمنع حدوث مضاعفات او مشاكل لهذه الامراض، منها مبادره القلب. فالنهارده العيان لما بيجي يكشف ويشوف ضغط الدم كام وياخد ادويه تسيطر على ارتفاع ضغط الدم، يعالج السكر، حتى امراض الرئه نفس الشيء بتنعكس على القلب، لان الرئه هي اللي بتدي اكسجين للجسم كله. صحيح. وبتدي اكسجين للقلب. صحيح. طب دكتور عوض، يعني لو اتكلمنا مجتمعيا في مصر، ما هي اسباب زياده حالات الاصابه بامراض القلب؟ هل هناك عادات معينه عند المصريين؟ هل هناك يعني اشياء معينه المصريين بيعملوها بتؤدي لهذه الامراض؟ والله سيادتك ليك حق. من ضمن الأسباب زي ما قلت لك سببين رئيسيين هو ارتفاع ضغط الدم والسكر. الحاجة الثانية بقى المهمة جدا هي السمنة، يعني الوزن الزيادة وما قد يسحبه من ارتفاع بنسب الكوليسترول ودهنيات الدم سبب من الأسباب. الحاجة الثانية سيادتك المهمة أخرى هي بصراحة راحة البال، الانكزايتي، التوتر. خدت بال سيادتك؟ يعني كنت بقول لهم يعني النهارده لما مثلا الطرق وسعت وبقى في نوع من الانسياب في المرور، دي قللت جدا التوتر والعصبيه التي قد تؤدي الى ضغط الدم او قد تؤدي الى مشاكل في القلب. ثم بقى الحاجه المهمه جدا جدا التي تنعكس على امراض القلب وامراض الرئه اللي هي التدخين. عادة التدخين منتشرة جدا. طبعا احنا في مصر فينا نسب تدخين عالية جدا بين الرجال، وايضا في نسب بين السيدات،
بس نسب التدخين في السيدات في مصر من أقل النسب في العالم، لكن التدخين عامل مهم جدا يؤثر على أمراض القلب وعلى الرئة كمان، الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم. فكل دي سيادتك سلوكيات أو أسباب قد تؤدي إلى زيادة أمراض القلب. طيب دكتور عوض، يمكن حضرتك تحدثت عن الأسباب بشكل عام، لكن إحنا مؤخرا للأسف بقينا بنشوف حالات وفاة كتير بين الشباب نتيجة الإصابة بجلطات القلب أو سكتات قلبية. زي ما قلت لحضرتك هي دي أسباب المقدمة، هي نفس الأسباب إلا لو حصل انفعال شديد حاد قد يؤدي إلى هذا. إنما الواحد لما بيروح يكشف ويتأكد إن مفيش عوامل أخرى قد تؤدي إلى هذه الأمراض ويتم السيطرة عليها بتقلل جدا. بس في علامات مبدئية يا فندم، يعني في علامات مبدئية. وما تنسيش حضرتك إن يعني سن بدء التدخين تغير جدا في مصر. يعني كثيرا جدا من الأعمار الشابة جدا بتشرب سجاير، بتدخن شيشة، كل دي عوامل قد تؤدي إلى مشاكل في القلب. فدي كلها أسباب. طبعا الكشف المبكر بيغني عن حدوث إن شاء الله أعراض حادة، وفي نفس الوقت بيسيطر على الأمراض المصاحبة التي قد تؤدي إلى هذه الحالات. المواطن يعمل إيه يا دكتور عوض؟ يروح يكشف فين؟ يقدم إزاي؟ سيادتك في مراكز، يعني المبادرات المستمرة للكشف المبكر على الأمراض مهمة جدا. منطق أو فكر للتشيك أب مفروض يبقى موجود عندنا، إن أنا مثلا كل ست شهور أو كل سنة أعمل مجموعة من أعمل أشعة الصدر، أعمل رسم قلب، أعمل دهنيات الدم، أعمل صورة دم كاملة، أعمل تحليل بول، أتأكد إن ما عنديش سكر. كل دي عوامل مهمة جدا. والحاجة التانية المهمة كمان ويجب نعمل عليها ستريس جامد، لو حد عنده تكرارية لحصول هذه الأزمات في العيلة مفروض يسعى إلى الكشف المبكر عن هذه الأمراض. طيب دكتور عوض، هل في خلينا نقول علامات مبدئية أو أي علامة لو حد حس بيها المفروض يتجه إنه يكشف، يعني يتأكد ويطمن على نفسه زي ما حضرتك قلت الكشف المبكر أو التشيك أب؟ الكشف المبكر مهم جدا، إنما علامات مبكرة لو واحد مثلا، وزي ما قلت لحضرتك هي مشكلة عندنا السمنة، فساعات ناس بتقول أنا بنهج أو نفسي مش مستريح نتيجة للسمنة، لكن لو وجود نهجان أو صعوبة في التنفس ده مؤشر يحتاج إن احنا نكشف. لو موجود ألم في الصدر ده في حاجة إن احنا نكشف. حتى لو ما طلعش حاجة، من الأفضل كثيرا إنه ما يطلعش حاجة أحسن ما يبقى في حاجة موجودة وإحنا مش عارفينها. دكتور عوض، دي مهمة جدا. وزي ما قلت لحضرتك برضو المدخنين فئة من الفئات اللي يجب يعمل تشيك اب مستمر، اللي هي بنسميها ريسك جروب، المجموعات اللي عندها احتمالية اكثر بحدوث هذه الامراض. الاحصائيات بتقول ان امراض القلب بتتسبب في وفاة حوالي 18 مليون شخص حول العالم في كل سنة. هل الاسباب متفاوتة متقاربة؟ هل الشرق الاوسط ليه اسباب مختلفة عن المحيط العالمي؟ التحليل حضرتك لهذا الرقم ايه؟ هو في 10 امراض رصدت عالميا بنسميها العشر امراض الاولى في نسب الوفيات من العالم، من ضمنها امراض القلب وتداعياتها اللي هي الاوعيه الدمويه، من ضمنها امراض اللي بتصيب المخ، وعلى فكره نفس العوامل اللي قد تؤدي الى ازمات في المخ او جلطات في المخ او نزيف في المخ هي برضو ارتفاع ضغط الدم والسكر والاسباب الاخرى. في 4 اسباب من الاسباب دول 10 في الرئه، منهم السده الرئويه المزمنه او انسداد الشعب الهوائي المزمن الذي ينتج عن التدخين وتلوث البيئه. الحاجه الثانيه التهابات الجهاز التنفسي. الحاجه الثالثه سرطان الرئه، وايضا سرطان الرئه من ضمن السرطانات المؤكد من ضمن اسبابها الرئيسيه هو التدخين وتلوث البيئه ايضا.
فإذا في 10 أسباب معروفة وكلها بتدور في نفس الفلك، يعني المسببات أو الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذه الأمراض هي تقريبا متشابهة. زي ما قلت لحضرتك، السمنة، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السكر، والضغط النفسي أو العصبي. طيب دكتور عوض، حضرتك تحدثت عن مبادرات عديدة الحقيقة يعني عملت عليها الدولة المصرية، من ضمنها هذه المبادرة، مبادرة الكشف المبكر عن أمراض القلب. بس ده كان بيتطلب مننا ان احنا نحسن خدمه الرعايه الصحيه في مصر والقطاع الطبي في مصر. ونتكلم تحديدا عن الكشف المبكر عن امراض القلب، عايز اعرف من حضرتك، هل احنا بالفعل عندنا اجهزه تشخيصيه حديثه ومتطوره لاكتشاف امراض القلب؟ شوفي حضرتك، كل مراكز الصحه سواء اللي بيطبق فيها دلوقتي التامين الصحي الشامل الذي سوف ينتشر تدريجيا، يعني هو دلوقتي في 3 محافظات وثلاث محافظات تجريبي، وفي محافظتين هيبداوا سنه 2023 2024، مراكز وزاره الصحه، مراكز المستشفيات العامه والحكوميه والمستشفيات الجامعيه، فيها مراكز متميزه جدا وفيها امكانيات كثيره للكشف المبكر، وحدات طب الاسره اللي موجودة فعلا واللي بدأ تطويرها هيكون فيها هذه المراكز للكشف المبكر عن الأمراض بما فيها أمراض القلب. يعني احنا فيما يتعلق بعمليات القسطرة وفيما يتعلق بالدور الخاصة بالكشف المبكر، احنا عندنا ما يؤهلنا لده يا فندم على كل مستوى المحافظات المصرية؟ مفيش محافظة سيادتك مفيهاش مركز ممكن اللجوء إليه لعمل هذه التجارب، ومفيش محافظة ما فيهاش جامعة، يعني من أول أسوان إلى سوهاج، المنيا، كل محافظات مصر سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، القاهرة في معهد القلب القومي، في المستشفيات الجامعية كلها مؤهلة لذلك، في كثير من المراكز والمستشفيات التي قد تستطيع أن تقوم بهذه الخدمات. دكتور عوض، عشان نوضح للسادة المشاهدين ونؤكد مرة تانية، هذه المبادرة معنية بالكشف المبكر عن أمراض القلب، ولو لا قدر الله في أي مشكلة، إن كانت مشكلة علاجية تعالج بالأدوية أو لا قدر الله احتاجت قسطرة أو أي عملية جراحية، المبادرة تتكفل بهذه بكل طرق العلاج، مظبوط يا فندم؟ بالظبط يا فندم. وفي مبادرة تانية مماثلة مهمة جدا، صحة الرئة. مفيش محافظة في مصر ما فيهاش مستشفى كبيرة للجهاز التنفسي أو الرئتين، اللي هي مستشفيات الصدر المنتشرة في جميع محافظات مصر. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عوض، تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. نشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. يعني زي ما تحدثنا بالأرقام ولغة الأرقام، نتكلم حوالي 18 مليون شخص حول العالم، يعني للأسف بيقضوا نتيجة أمراض القلب، زي ما قلت يا مصطفى هو القاتل الصامت. وإحنا للأسف زي ما دكتور عوض قال، إحنا عندنا تقريبا كل المسببات في مصر اللي تؤدي لأمراض القلب، إن كان تدخين، إن كان تلوث أو. فبعد إذن حضراتكم، أكيد مش محتاجين حد ينصحنا في صحتنا والقلب تحديدا. المبادرة مبادرة هامة جدا، مبادرة مجانية، الكشف مجاني، العلاج مجاني، إن كان علاج دوائي أو لا قدر الله إن كان يتطلب تدخل جراحي فهو مجاني بالكامل، زي ما تابعنا إجابات دكتور محمد عوض تاج الدين. خلينا برضو نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤالنا، إيه هو البرنامج الإذاعي اللي ارتبطت فيه من طفولتك وكنت بتحب تسمعه؟ من هو الإذاعي اللي كنت بتحب تسمع صوته وارتبطت بيه طول الوقت؟ هل كان في برامج معينة استمعت إليها وما زالت بتشكل جزء من وعيك ومن ثقافتك؟ عايز أقول لكم أن تعليقات حضراتكم مبهجة للغاية وإيجابية جدا، استمتعت بيها أنا وجمانة على مدار طول الحلقة، وربما كان
أنا شايف إن فيها كان قاسم مشترك، يعني كان مثلا كلمتين وبس فؤاد المهندس، كان أبلة فضيلة، كان إلى ربات البيوت، كان هم أبرز البرامج حتى الآن الفائزة، أو اللي ممكن نقول إن هم يعني الإيه زيارة إلى مكتبة فلان. صحيح، وقال فيلسوف وما إلى ذلك. الحقيقة معنا تعليقات كتير جدا. خلينا نشوف. محمد إدريس بيقول صباح الخير على أجمل مذيعين، صباح الخير على حضرتك، وشكرا على البرنامج الجميل ورجعتونا لذكريات الزمن الجميل، وخير صديق الإذاعة المصرية وخير رفيق للطريق، أحسن برامج منها كلمتين وبس على الناصية، مصر التي لا نعرفها، وأنت تسأل والكمبيوتر يجيب، وبرنامج التفاؤل بالسلامة، وبرامج كتير على باقي الإذاعات الجميلة، يعني رحم الله من فقدناهم وبارك الله في أعمار الموجودين. شكرا لكم، شكرا لحضرتك يا أستاذ محمد إدريس من أسيوط، بنصبح عليك وعلى كل أهالي أسيوط. صباح الخير عليك. محمد عبد العزيز السيد بيتكلم على البرنامج العام، بيتكلم على الشرق الأوسط، بيتكلم على الشباب والرياضة، وبيقول إن هم من أجمل الإذاعات اللي كان بيتابعها طول عمره في كل الأوقات. في ريماس أبو العز بتقول كان لازم أسمع قبل منزل، يا حلو صبح يا حلو طل. الله. من وانا في ثانويه عامه، دلوقتي انا بناتي 10 سنين و12 سنه وانا بوصلهم للمدرسه، لازم نسمعها واحنا في العربيه. نسمة رفعت فكرتونا بايام الطفوله والشباب والذكريات الحلوه. المجال لن يتسع لكل ذكرياتنا مع الاذاعه في كل المجالات، حتى جدي يذكركم ببرنامج بابا شارو. سلامنا لجد حضرتك. طبعا ربنا يدي طول العمر. خالص التحيه ليه طبعا. في محمد سامي بيتفق مع دينا، طبعا زميلتنا العزيزه دينا شرف، دندنه شباب ورياضه. طبعا يعني والله شباب ورياضه اذاعه مؤثره جدا. مالك حساب بيقول ان بريد الاسلام، الله بريد الاسلام كان احد اهم البرامج اللي كان بيصحى عليه يوميا ايام المدرسه، وكنت بتعلم منه حاجات كتير قوي لحد الان، وهذا البرنامج بيجاوب على اسئله فعلا كلنا كنا بنفكر فيها، بجد حاجه حلوه قوي. في كمان احمد مخلوف بيقول يا اجمل ايام سماع الراديو، اجمل برامج كنت بتابعها كلمتين وبس، همسه عتاب على الناصيه، اجمل لحظه كنا نستنى الساعه 9 الا ربع عشان نسمع فقره تسمع وتشاهد اليوم. فاكر الفقره دي طبعا. والبرنامج الجميل على اذاعه القران الكريم بريد الاسلام. الله. رشوان ابو ريه، الاذاعه بالنسبه لي هي اغاني الصباح، تمثيليات غنائية، وبكاتب بقى يا ترى انت فين يا مرزوق، وحلويات ومش عارف ايه، يعني كاتب اكتر من مسلسلات اذاعيه فعلا، وكان في اوبريتات كمان كتير جدا كانت بتقدم على الراديو، كانت حلوه جدا وعايشه بالمناسبه لحد النهارده. يعني كان في غالبا ايه، الف ليله وليله، كان طبعا الف ليله وليله طبعا. امنه محمد بتقول كنت بحب ابله فضيله، كلمتين وبس، برنامج من الجاني، الى ربات البيوت، وكانت اجمل ايام واجمل برامج، وهي امنه محمد توب فان عندنا على الصفحه. شكرا ليك يا امنه. في كمان احمد بغدادي بيقول برنامج كلمتين وبس، قبل فضيله، طريق السلامه، دي اكتر برامج كنت بحب اسمعها. الحقيقه يمكن من التعليقات كده، معظم البرامج اللي كانت مدتها قصيره جدا. وده ينفي بقى حاجه، نصيحة هقولها لأي حد حابب إنه يكون مذيع راديو أو مذيعة راديو، في معتقد خاطئ جدا إنه من أهم المعايير اللي لازم تكون موجودة في مذيع راديو أو مذيعة راديو مصطفى إنه يكون بيتكلم كتير أو رغاي. تماما. معظم البرامج اللي عاشت مدتها خمس دقايق. ده حقيقي. معلومة مهنية، محتوى، شكرا هتعيش. كلمتين وبس، يعني مفيش حاجة أقولها تاني. أنا بشكرك يا جمال حقيقي، يعني النهاردة اليوم كان جميل جدا، وتعليقات الناس مبهجة جدا حقيقي. إيجابية جدا حقيقي. وبتفكرنا بالزمن الجميل، يعني النوستالجيا اللي عايشة جوه كل واحد فينا، إنه بيحن للماضي اللي هو كان تاريخه وكان ذكرياته معه. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى إن هي تكون نالت إعجاب حضراتكم، ربما تناولنا بشكل عام تاريخ الإذاعة المصرية وذكرياتكم مع الإذاعة. شوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من 7 حتى 10 صباحا. صبح عليكم مرة تانية، صباح الخير يا مصر.